اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج من مصر. برحب بيكم، بنتابع معاكم في حلقتنا كل التطورات في مصر وفي العالم والتعامل مع فيروس كورونا المستجد. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضروره الاستمرار في الاجراءات التي اتخذتها الدوله لمواجهه فيروس كورونا. قال الرئيس السيسي في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: على ضوء متابعتي على مدى الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أجد أن ما تم تحقيقه حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كل أجهزة الدولة والمواطنين. أضاف السيد الرئيس: لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم ما يتم من تنفيذه من هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة وحتى نحافظ على وطننا وعلى شعبنا العظيم. وزارة الصحة والسكان أعلنت النهاردة عن خروج 7 من المصريين من اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وده بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وبعد تمام شفائهم الحمد لله وفقا لكل الإرشادات المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية. وبكده بيرتفع إجمالي اللي تعافوا من فيروس كورونا ل 157 حالة لحد النهاردة. وزارة الصحة وضحت ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية لسلبية لفيروس كورونا، وصلت ل 205 من الحالات من ضمنهم ال 157 الحالة المتعافية. وأضافت الوزارة كمان أنه تم تسجيل 54 من الحالات الجديدة اللي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، كلها من المصريين من بينهم العائدين من الخارج، إضافة للي خلطوا حالات إيجابية اللي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا وقلناها لحضراتكم. وده كله بيتم ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. تم أيضا لفت الانتباه لوفاة 5 حالات من المصريين، وتم التوضيح بشأن وفاة 2 من هذه الوفيات قبل وصولهم للمستشفى. وبكده وصل إجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد لحد يوم الثلاث 710 من الحالات، من ضمنهم 157 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل و46 حالة وفاة. خلينا نشوف حديث وزيرة الصحة عن الوضع الوبائي في مصر وأهمية هذه الإحصائيات والأرقام الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية عن اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020. إجمالي عدد إصابات اليوم 54 إصابة. إجمالي عدد الوفيات 5 حالات. عدد الإصابات الإجمالية في جمهورية مصر العربية 710. الحالات التي تم شفائها وخرجت من مستشفيات العزل اليوم 7 حالات. ليرتفع إجمالي المتعافين والذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 157 حالة، ومن أصل 205 حالة تم تحويلها من إيجابية إلى سلبية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في مصر إلى 46 وفاة من مرض الكورونا أو فيروس الكورونا المستجد. باستعراض الوضع الوبائي العالمي ومقارنته بالوضع الوبائي في مصر، فقد بلغ المتوسط الوبائي العالمي لعدد الإصابات لكل مليون مواطن 105 إصابة لكل مليون مواطن، وهذا هو متوسط العالم. وكذلك بلغ عدد الوفيات لكل مليون مواطن على مستوى العالم 5.1 حالة. بالمقارنة بمصر، فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، وعدد الوفيات 4.1 حالة وفاة لكل مليون مواطن، مما يدل على استقرار الوضع الوبائي لجمهورية مصر العربية حتى الآن. ومقارنة بالوضع الوبائي لجمهورية مصر العربية بالبلدان التي حدث فيها تفشي، فهناك بعض البلدان يزيد عدد الإصابات بالنسبة لعدد لمليون نسمة إلى أكثر من 2019 إصابة لكل مليون نسمة، وعدد الوفيات 177 لكل مليون نسمة، وفي بعض الدول 1683 إصابة لمليون نسمة و192 وفاة لكل مليون نسمة.
في هذا السياق أجدد مناشدتي لجميع المواطنين بالتزام التباعد وبالتزام البقاء في المنازل وبالتزام التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة فيما يخص العزل للمسافر القادمين من السفر لمدة 14 يوم، وكذلك العزل لكل الحالات المخالطين والأسر المخالطة لحوالي 14 يوم، والتزام بما أخذته الحكومة من إجراءات للتأكيد على العمل على نقصان عدد الإصابات والوفيات اليومية من هذا الوباء. أشكركم. شكرا لهذه الأرقام والإحصائيات والتوضيح لوزارة الصحة بشأن الموقف الحالي. شكرا للقطاع الطبي والصحي بالكامل، الجيش الأبيض، شكرا لكل اللي بيتم تقديمه من جهود ومن أيضا عطاء الحقيقة يعني مشهود لي من الجميع لهذا القطاع اللي بيقوم بدور وواجب وطني في توقيت دقيق جدا بيمر به الوطن والعالم. وزارة الصحة بالإضافة الإرشادات والتعليمات اللي قالتها وزيرة الصحة في نهاية حديثها النهاردة وجهت كمان عدد من النصايح للمواطنين للتغلب على القلق، لأن طبعا مع وجودنا في البيت السوشيال ميديا طبعا بتلعب دور ومساحة كبيرة دلوقتي في حياتنا أكتر من الأول، بيبقى فيه شائعات، بيبقى فيه كلام الناس بتقوله البعض، للأسف أحيانا الكلام ده بيبقى في غير محله وبالتالي بينعكس بالسلب على ناس كتيرة جدا، وفي النهاية بيبقى له يعني تأثير سلبي. خلينا نشوف وزارة الصحة رأيها إيه في الموضوع ده، والفيديو جراف اللي جاي فيه كلام وتفاصيل مهمة نتابعه مع بعض. الصحة توجه عددا من النصائح للمواطنين للتغلب على الشعور بالقلق من فيروس كورونا المستجد. الشعور بالخوف والقلق أمر طبيعي، لكن ينبغي التغلب عليه تجنباً لأي آثار نفسية سلبية. يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي متوازن، الحصول على قسط جيد من النوم، ممارسة التمارين الرياضية، الامتناع عن التدخين وتناول الكحوليات، أهمية التواصل مع الأصدقاء والمعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة. ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة تساعد على الهدوء النفسي والخروج من دائرة القلق. عندنا كمان إرشادات مهمة تم اتباعها. كان في حديث وزيرة الصحة اللي عرضناه جهود كبيرة بتقوم بها الدولة والوزارة، وفي نفس الوقت بما أنه في تنسيق وفي أيضا تضافر في المجهودات اللي بتتم والإجراءات اللي بتتخذ من قبل كافة الوزارات تحت مظلة القيادة السياسية، هنشوف مع حضراتكم الخطوات الواسعة دي لمواجهة فيروس كورونا. الوزارات تقريبا كلها دلوقتي بتجتمع وبتتصدى لهذا الفيروس، هنتابع كل وزارة على حدة، وفي النهاية المجهود واحد والهدف أيضا واحد. خلينا نشوف وزارة الاتصالات عندها إجراءات كبيرة، التوقيت الحالي أيضا وزارة الاتصالات لها دور مهم جدا، الأمور دلوقتي والتعامل مع التكنولوجي أوسع وأكبر حتى في التعليم، صحيح في كمان تعامل مع الإنترنت وكل التطبيقات اللي موجودة بشكل أكبر، أكبر بقى في ضغط كمان على الإنترنت. أكيد وزارة الاتصالات ليها موقف للتعامل مع كل اللي بيتم دلوقتي علشان يكون في مساحة للتعامل مع الإنترنت بأريحية أكتر من اللي بتتم في الآونة الأخيرة والأيام الأخيرة اللي الناس طبعا قاعدة فيها في البيت لاتباع إجراءات الدولة المتخذة والحظر اللي بيتم في البلاد. كان من ضمن المجهودات دي ومن ضمن أيضا التعليمات اللي تمت كانت في الاجتماع النهاردة اللي تم ما بين وزارة الاتصالات ووزارة السياحة اللي انتهى بقرار، قرار مهم بيفعل الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين في القطاع السياحي.
والتعاون الكبير طبعا اللي بيتم مع وزارة الصحة. خلينا نشوف الأمور بشكل أوضح وأكثر دقة مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، متشكر على الاستضافة الكريمة. معالي الوزير، هبدأ مع حضرتك بأهم ما تم التوصل لي في إطار الجهود اللي بتقوم فيها بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا بالتعاون طبعا مع باقي الوزارات، وما أفضل لي هذا الاجتماع يا فندم؟ الحقيقة هو يمكن آخر مبادرتين يعني يسعدني أن أنا أطلع الجمهور حضرتك من خلال منصتك الكريمة. زي ما سيادتك تفضلتي، أمس اجتمعت مع زميلي وصديقي معالي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واتفقنا على تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين في قطاع السياحة من أي تعسف أو أضرار تمسهم جراء الأزمة الحالية. إن شاء الله هذا الخط سيكون مفعلا يعني بالكثير مع بداية الأسبوع القادم أو آخر هذا الأسبوع إن شاء الله. الإجراء الثاني الذي يهمني أن أطلع الجمهور الكريم عليه هو إجراءات صرف المعاش التي تبدأ غدا إن شاء الله. عشان نتجنب بقى أي مشاكل وازدحام يعني. بالضبط، كان الهدف هو أن نجنب المواطنين وأرباب المعاشات أي تكدس أو كثافات وتزاحم على مكاتب البريد. ومن ثم اتخذنا قرار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين بصرف المعاشات من خلال أكثر من 530 مدرسة موزعة على كافة المحافظات. الهدف من استخدام المدارس في صرف المعاشات هو وجود مدارس بذات أفنية واسعة يمكن تنظيم جلوس الجماهير وأرباب المعاشات فيها، بحيث يكون هناك ما يسمونه التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة وعدم التقارب بين الناس أو التزاحم، وصرف المعاشات على نحو مريح يليق بالمواطن المصري. هل أعداد المدارس كافية للخطة اللي حضرتك بتتحدث عنها؟ إن شاء الله فندم، إحنا خصصنا 536 مدرسة. أيوه. لهذا الغرض، وطبعا التعاون زي ما قلت لحضرتك مع التنمية المحلية ومع المحافظين ومع التربية والتعليم في هذا المجال. إن شاء الله من غدا من الصباح الباكر سنرقب الحالة من خلال غرفة تحكم مركزية. إذا ما استدعى الأمر زيارة عدد المدارس سنزيدها على الفور في أي محافظة تتطلب ذلك. أنا منذ الصباح الباكر سأكون على تواصل مباشر ومستمر مع زملاء السادة المحافظين. معالي الوزير، يعني في صور كانت طبعا موجودة الساعات اللي فاتت دي خاصة بشريحة التابلت، وتابعنا طبعا امبارح الموقف، بس أحب أسمع من حضرتك إيه اللي تم علشان يعني نكون واضحين في المشهد اللي طبعا يعني كان مضر لأي شخص كان موجود. يعني كان أول امبارح يا فندم حصل كثافات على بعض مكاتب شركة المصرية للاتصالات. أيوه. التي توزع شريحة الحواسب اللوحية. الكلام ده كان أول امبارح، اتخذنا قرار بوقف توزيع شريحة الحاسب اللوحي من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات، وأيضا تخصيص المدارس ومباني الأبنية التعليمية بالتعاون أيضا مع وزارة التربية والتعليم والتنمية المحلية والمحافظين. أيضا خصصنا مجموعة من المدارس ودور الأبنية التعليمية لتوزيع شريحة التابلت، مستمرين أيضا في توزيعها من خلال هذه الأماكن حتى نفرغ من توزيعها على جميع الطلبة. طيب النهاردة ومبارح أنا تابعت الحركة. أيوه. لم يكن هناك ازدحام في أي مدرسة ولا في أي محافظة
حسب ما أبلغت من السادة المحافظين. يعني بعد ما تم تنفيذ الخطة وترجمتها على الأرض الأمور يعني أخذت المجرى السليم ليها، والناس عرفت تاخد الشرايح، شرايح التابلت بأريحية. تمام. يعني احنا بنختار أماكن ذات سعة ويمكن تنظيم الحركة فيها دون تزاحم أو يعني تكاثف المواطنين على الشبابيك المقدمة الخدمة. معالي الوزير، يعني أكيد في تعاون مع وزارة الصحة في الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا. زي ما بدأت الحديث وقلت وزارة الاتصالات لها دور كبير جدا في الفترة الحالية، وفي مهمات كتيرة على كاهلها الآن، لأنه طبعا التعامل باستخدام التكنولوجيا هو الحل الأسلم في الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي والعالم كله بيعيشها أيضا. زيادة خدمات الكول سنتر لخطوط وزارة الصحة يا فندم، ايه اخبارها؟ ده يا فندم تم ايضا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع بتنسيق شخصي ما بيني وبين زميلتي معالي وزيرة الصحة لزيادة عدد العاملين في مركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة 105 وتعزيزه ب 200 موظف جدد لسرعة الرد على المواطنين. أتابع الوضع مع وزارة الصحة، إذا ما رغبت وزارة الصحة في زيادة جديدة وتعزيز آخر لهذا العدد، إحنا على أتم استعداد. المرة السابقة التعزيز استغرق أقل من 24 ساعة لتفعيله، نحن على استعداد لتفعيل آخر إذا ما طلب مننا هذا. ايه اخبار يعني باقات الانترنت الفتره الحاليه؟ طبعا في ضغط على الانترنت لتعامل الناس بشكل اكبر طبعا مع كل التطبيقات، مع كمان اي ابواب للترفيه. هل في باقات انترنت؟ هل في ما هو جديد مقدم للمواطنين في الفتره الحاليه علشان يعني الساعات اللي بيقعدوها دلوقتي في البيت مع اختلاف طبعا الفئات العمريه اللي محتاجة جدا؟ يعني تذكري سعادتك كنا في بداية الأزمة طرحنا مبادرة بمنح كل المشتركين في الانترنت ثابت 20% زيادة في سعة التحميل مجانا لتحفيز المواطنين على المكوث في المنزل واستخدام الانترنت دون يعني خشية أن تنفذ الباقة من جراء الاستخدام المستطال. أيضا منحنا أبنائنا الطلبة في كل المراحل التعليمية دخول مجاني على كل المواقع التي تحددها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي لتحصيل دروسهم ومتابعة محاضراتهم والاستعداد للامتحانات بإذن الله. يعني مستمرين في أيضا منحنا كل من يجدد الباقة من خلال وسائل السداد الرقمية 30 ضعف الباقة التي يشتريها. الهدف من هذه المبادرة كان تحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية في سداد مدفوعاتهم وتجنب النقد، نظرا لأنه أحد الوسائط التي يمكن أن تنقل العدوى. كل هذه المبادرات الحقيقة الهدف منها هو تحفيز المواطنين على المكوث في المنزل، تشجيع أبنائنا الطلبة على تحصيل دروسهم وتجنب إضاعة الوقت من بسبب عدم الذهاب إلى دور العلم من مدارس وجامعات، وأيضا تحفيز الدفع الرقمي لباقات الإنترنت. معالي الوزير، النهاردة كان في مشكلة في الإنترنت؟ لا فندم، هو مفيش مشكلة في الانترنت، هو في بطء في الانترنت، ودي مشكلة جزء منها محلي وجزء منها عالمي، جزء منها يعاني منه العالم كله نتيجة زيادة الأعداد التي تدخل على المواقع يعني الأكثر رواجا، سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، مواقع التي تحوي أفلام ومسلسلات ومواد ترفيهية، المواقع التي تحوي نشاط أو أنشطة إخبارية
إعلامية. كل هذه المواقع العالمية المواطنون من مختلف دول العالم أصبحوا يدخلوا عليها بشكل مكثف فاق كل ما هو مخطط له، ومن ثم يحدث تباطؤ في سرعة الرد من هذه المواقع. أيضا طبعا الشبكة المحلية تعاني من أحمال وضغوط تفوق المخطط لها، رغم أنه الشبكة المحلية تم رفع كفائتها في عام 2019 وضعفنا متوسط سرعة الإنترنت الثابت في سنة 2019 ست أضعاف بكلفة بلغت 30 مليار جنيه. وهذا المشروع الذي أتممناه في عام واحد عام 2019 هو ما دعم شبكة الإنترنت المحلية ومكنها من استيعاب هذه الأحمال غير المسبوقة وغير المخطط لها. وقت الذروة طبعا بيبقى بعد الظهر. وقت الذروة يا فندم كان زمان مثلا، وده سؤال يعني موضوع كويس، كان من حوالي الساعة 6 أو 7 مساء وينتهي في 11 أو 12 مساء. النهاردة وقت الذروة بيبدأ من الساعة 5 مساء، يشتد بعد 7 بعد تفعيل الحظر، ثم يستمر حتى 5 صباحا، لأنه هناك فئات كثيرة لحد 5 صباحا وقت الذروة في التعامل مع الإنترنت. بالضبط، لأن هناك فئات كثيرة يعني اللي هي الطلبة لا تذهب إلى دور العلم، ومن ثم لا يتعين عليها النوم مبكرا، فالسهر يعني زادت معدلاته. وطبعا كان مثلا الأسرة اللي من 4 أفراد 2 بيستخدموا الإنترنت، 2 آخرين خارج المنزل أو ينشطوا أنشطة أخرى. النهاردة وجود العائلة كلها في المنزل بدءا من الساعة 7 على أقصى تقدير يجعل استخدام الإنترنت أصبح بشكل مستمر طوال اليوم. وحضرتك قلت كمان نقطة في بداية الحديث عن أنه يعني البعض بيبحث عن المعلومات عن مواقع إخبارية طبعاً. بيشوف طبعاً. آخر التطورات برضو عن المعلومات، يعني البعض بيتابع الأنشطة الإخبارية، البعض بيتابع دروس ومحاضراته، البعض بيتواصل اجتماعياً، البعض بيبحث عن مواد ترفيهية يعني تنضية الوقت مع طول الإقامة في المنزل وعدم القدرة على الخروج. كل هذه الأنشطة الطبيعي أن المواطن يلجأ فيها النهاردة للإنترنت الذي أصبح يعني قرين لكل مواطن بشكل صديق مستمر. يعني النهاردة حضرتك لما في أي حتى مكان عام تجد كل شخص في إيده جهازه المحمول يتواصل من خلاله مع العالم على الإنترنت. مع العالم من خلال الإنترنت، يعني يتواصل مع أصدقائه من خلال برامج التواصل الاجتماعي، يطلع على مجريات الأمور، على ما يهمه من أخبار، كله من خلال الإنترنت. أخيرا معالي الوزير، على ذكر التعليم في حديث حضرتك لأكثر من مرة، تقييمك لما تم حتى الآن في عملية التعليم عن بعد؟ الحقيقة أرى أنه ربما يعني ذكرت هذا التعبير من قبل، رب ضارة نافعة، أنه يعني هذا الوباء وهذه الأزمة اضطرت الناس إلى استخدام وسائل التعليم عن بعد. وإن شاء الله بعد انقضاء هذه الأزمة عما قريب بإذن الله يكون الناس قد اعتادوا على هذه الوسيلة وألفوا مزاياها واعتادوا على تقنياتها، ومن ثم يستمروا في استخدامها. وهذا أمر حميد ومهم وإيجابي، لأنه يمكننا من يعني شمول عدد أكبر من المواطنين بمواد تعليمية وأنشطة تدريبية وتعليمية دون كلفة عالية. شكرا جزيلا دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وجود حضرتك معنا وعلى وقت حضرتك. بشكرك يا فندم، وكل التقدير لجهود الوزارة في مجال التعليم، وأيضا التعاون مع وزارة الصحة وزارة السياحة. زي ما بدأنا الحديث وقلنا الجميع بيصطف الآن لمواجهة فيروس كورونا. بدأت سلطات الطيران المدني في المطارات المصرية النهاردة تطبيق قرار
وزارة الصحة تجاه الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك لإخضاع كل العائدين من أي دولة للحجر الصحي في مصر من أول ما يوصلوا لمطار القاهرة، في إطار طبعا خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. الراكب الراغب في العودة للبلاد اللي عايز يجي مصر، قبل ما يوصل مصر وقبل ما يركب الطيارة هيكتب إقرار بدخول الحجر الصحي أول ما يدخل مصر، مش براحته. الموضوع ما بقاش حرية شخصية، الموضوع بيمتد لحرية الآخرين. ده فيروس لا أحد يعلم عنه شيء، وده بيتم خلال فترة العزل المقررة لمدة 28 يوم للتأكد من عدم إصابة الشخص اللي جاي من بلد من الخارج لمصر، عايز يرجع مصر يمضي في البلد اللي هو فيها، انه هيخضع لاجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، زي ما الشخص ده بيخضع لكل الاجراءات المتبعة في الدولة اللي هو جاي منها ايا كانت الدولة دي، وما بيقولش اي حاجة وما بيتكلمش وبينفذ كل التعليمات اللي مطلوبة منه في الدولة اللي هو قاعد فيها لحد ما يجي مصر، هيخضع لنفس الإجراءات اللي بتضعها الدولة المصرية للحفاظ على المواطن المصري وعلى صحته ولمواجهة هذا الفيروس المستجد. مش يسمع الكلام بره ويجي مصر يقول مش عايز أدخل الحجر الصحي. وبالمناسبة لو ما كانش فيه الإجراءات دي كان ممكن قوي يتعامل على أنه إزاي ده ما بيتمش، ويصور ويقول أنه ده ما حصلش وكان المفروض أنه يبقى فيه إجراءات. النهاردة الدولة المصرية مش بس بتنفذ الإجراء، مش بس بتطبق الإجراءات دي على الأرض، ولكن أيضا بتخضع كل شخص عايز يرجع مصر لأنه هيتبع هذه الإجراءات، لأنه الموقف أصبح خاص بالجميع، الموقف أكبر من أنه يكون متعلق بالشخص ده أو بالراكب ده أو بالوافد أو العائد لبلده. الموضوع بينعكس علينا كلنا، مش حرية شخصية، هو دلوقتي حرية لينا جميعا حتى نعبر هذه الأزمة بأمان. الموقف كلنا بنجتمع فيه، زي ما الدولة دلوقتي بنتكلم مع معالي الوزير بأنه كلها بتصطف على قلب رجل واحد لمواجهة هذا الفيروس، المواطن كمان المفروض أنه يكون متعاون، والمفروض أنه يكون يعني أكثر رغبة في اتباع الإجراءات لمصلحته ولمصلحة بيته وأسرته اللي هو هيدخل عليها البيت دلوقتي وهيتعامل معاهم. لازم يكون خضع للحجر الصحي، لازم يكون اطمن على نفسه، لازم يكون خضع للعزل إلى آخره من إجراءات علشان يقدر يدخل بيته ده وهو سليم ومتعافى ومن غير ما ينقل أي فيروس أو أي مرض لا قدر الله لأهل بيته. ده كمان شيء مهم ليه هو ولمصلحته هو ولمصلحتنا جميعا. ربنا يشفي كل مريض ويديم الصحة والعافية على الجميع. النهاردة أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنها هتفتح مصانعها علشان تكون متاحة قدام المختصين في الهندسة الطبية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، زي اللي أتاحت تصميماتها شركة ميدتروناك العالمية. وقالت الشركة إنها ستطرح كل مصانع الشركة وهتفتح أبواب المصانع لكل المتخصصين لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي اللي بتقوم بتصنيعها، وهي أجهزة مثيلة ليها. الشركة دي أعلنت أيضا أنها بتقوم بتصنيع هذه الأجهزة كواحدة من أشهر الأجهزة الخاصة بالتنفس الصناعي، لأنها بتمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي، وهتسيب هذه الحقوق لباقي الشركات لتنفيذها، وده كله طبعا لمواجهة هذا الفيروس المستجد، فيروس كورونا. معنا دلوقتي على التليفون أستاذ مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية. برحب بحضرتك يا أستاذ مدحت. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أستاذ مدحت، هبدأ مع حضرتك بتفاصيل عن هذه المبادرة. الحقيقة أعلن عن خبر من ميدترونيك العالمية أنها هتفتح مجال لاستخدام الديزاينز، التصميمات لمنتجات الفنتليترز، لمنتجات أجهزة التنفس الصناعي، بدون يعني التمسك بحقوق الملكيه الفكريه. حقوق الملكيه الفكريه في هذا النوع من الصناعات احد الموانع الاساسيه للدخول في الصناعه، فاذا هذا المانع ازيل. المانع الاخر هو الهاي تك، التكنولوجيا العاليه للنوع ده من المنتجات،
واللي بيحتاج يعني نوع درجه كبيره من الار ان دي، البحث والتطوير، واللي الحمد لله يوجد في مصر اجهزه وجهات معنيه بمجالات البحث والتطوير في مجالات مشابهه بدات بالفعل في التواصل معنا منذ اطلاق هذه المبادره. اللي احنا بنقوله هو احنا شركتنا تابعه طبعا شركه القبضه للصناعات المعدنيه، تابعه لقطاع الاعمال العام لوزاره قطاع الاعمال العام، وعندنا 15 شركه تابعه بتعمل في مجالات مختلفه من تصنيع الالومنيوم للمايننج سيكتور للاوتوموتيفز. اكتر مجال قريب من او بيستغل حتى عالميا الان في تصنيع اجهزه التنفس هو مجال الاوتوموتيفز او صناعه السيارات. لدينا من هذا النوع من الشركات شركتين، شركة النصر للسيارات ناسكو الشهيرة وشركة ايامكو او الهندسية للسيارات. اتاحة هاتين الشركتين وشركات اخرى ايضا، لاننا بالتواصل مع مجموعات العمل اللي شغالة حاليا على تطوير اجهزة مثيلة، لقينا ناس موجودة في اسكندرية، ناس موجودة في القاهرة، عندنا شركات في كل مكان في مصر يمكن ان تفتح ابوابها لاستضافة المرحلة الاولى من الانتاج. المرحلة الاولى هي ان تتم مجموعات العمل تقوم مجموعات العمل بانتاج بروتوتايب او نموذج اول. بعد النموذج الاولي ده ما يجتاز الاختبارات ويعدي من اختبارات الجوده والمعايير نبتدي نصنعه. مرحله التصنيع دي هي ياتي دورنا فيها، لكن عشان اعجل بالمرحله الاولى احنا بنساعد الفرق النهارده في انهاء البروتوتايب او النموذج الاولي باكثر من وسيله، منها ان الفرق المختلفه دي نعمل لها حاضنه عشان تتواصل مع بعض عشان نتكامل عوضا عن التنافس عشان يلحقوا يخلصوا بسرعه. خدنا كومبوننت ليست من بعض الفرق او قائمه بالمحتويات اللي ناقصاهم او المكونات الناقصه في البروتوتايب بتاعهم عشان نحاول نوفرها بسرعه، فضلا عن الاعداد للمرحله التاليه. مرحله التصنيع عايز اعداد، يعني المكان اللي هنوفره بامكانياتنا اللي اكيد متواضعه مقارنه بامكانيه المصانع المتخصصه في مجال البايوميديكال انجينيرنج، هيحتاج تجهيز من نوع خاص. التجهيزات دي هنشتغل عليها من دلوقتي. الحقيقه منذ اطلقنا المبادره تفاعل ممتاز جدا معاها. الناس اتقدمت ناس للمبادره يا فندم كتير؟ الناس كتير في مجالات مختلفه، في مجالات التمويل حتى الناس بدات تعرض التمويل للمشروع. في مجال الفرق البحثيه اللي شغاله الحقيقه قطعت صوت كبير، منها فرق اوشكت على الانتهاء من البروتوتايب بعيدا طبعا على النموذج بتاع ميترونيك لان هم شغالين من قبل اتاحه البيانات بتاعته، لكن مفيش مانع ان احنا نتواصل عشان ننهي نموذج موحد قابل وفيزبل، يعني قابل للتصنيع وفيزبل اقتصاديا كمان، او يعني ذو جدوى اقتصاديه عالية. هو ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي منذ ان اطلقت المبادره، يعني من ساعات قليله قطعنا صوت لا باس به. ان شاء الله هنوفر مبادره ليها كل يعني التقدير من شركه ميديترونيك، لانه طبعا جهاز التنفس الصناعي زي ما احنا تابعنا في دول كبيرة اقتصاديا زي الولايات المتحدة الأمريكية بتعاني من هذه المشكلة، والنهاردة احنا بنتكلم انه في مصر الحمد لله في تعاون لإطلاق تصميمات أجهزة التنفس الصناعي من قبل الشركة دون حقوق الملكية الفكرية. فيعني شكرا على المبادرة، وعايزة اخد تفاصيل اكتر عن الجهاز نفسه بقى يا فندم. استاذ مدحت، جهاز التنفس الصناعي ده طبعا اللي دلوقتي احنا بنتكلم عنه وده مش في مصر طبعا بس في كل العالم في الفتره اللي احنا فيها دي لمواجهه انتشار فيروس كورونا، عايزين ناخد فكره عن ثمن هذا الجهاز مثلا. طيب الحقيقه انا مش متخصص في المجال ده، انا حتى الدكتوراه بتاعتي في الاقتصاد، ولكن الحقيقه انا المجموعات اللي بدانا نشكلها شغاله على الامور المختلفه، منها الكومبوننتس وعمليه تسعيرها وعمليه التقييم بتاعها وعمليه اللوكاليزيشن او قد ايه من المكونات اللي احنا هنلاقيها في التصميمات دي ينفع نوفرها محليا ببديل جيد، منها السنسورز مثلا اللي هي نادره جدا انها تتوفر اللي هي الحساسات. اللي عايز اقوله ان الفرق اللي شغاله بالفعل واللي تواصلنا معاها مش معتمده قوي على مبادره ميترونيك لانها بدات من قبليها. حتى مبادره ميترونيك ناقصه شويه، يعني البيانات اللي اتاحوها ما زالت مش كامله، ولذلك بنتواصل مع يعني احدى يعني الناس المتخصصين هناك، هي مصريه امريكيه ويعني تحتل منصب كبير في الشركه،
بدأنا في التواصل معها بالفعل عشان إتاحة باقي البيانات لفرقة رابعة تشتغل معنا كأنها تبدأ من أول وجديد على التصميمات دي تحديدا. الميزة في تصميمات ميترونيك أنها معتمدة من FDA ومعتمدة عالميا، وبالتالي حتى أي تطوير طفيف فيها مش هيحتاج موافقات جديدة كثيرة. دي من المزايا اللي خلينا نشتغل عليها. احنا هنمينيمايز او هنقلل التكلفه على قد ما نقدر. عمليه الفند ريزنج اللي هنعملها لجذب التمويل هتعتمد على ان احنا نوفر الجهاز ده يعني كلما امكن مجانا للمستشفيات الحكوميه اكيد ان امكن، وبالتكلفه لجهات اخرى سعر التكلفه، لكن طبعا لن يتحقق اي ربح ولن يستهدف اي ربح من هذا المشروع. مفيش اي مكاسب خالص. لا لا لا، المكسب الحقيقي هو المكسب الحقيقي ارواح الناس، يعني غير طبعا ارواح الناس والاهداف الانسانيه من وراء هذا التحرك السريع والمجهود اللي بنتحدث عنه الان. اجهزه التنفس الصناعي طبعا النهارده في مبادره بتطلق علشان يعني المصانع كلها تفتح ابوابها دون حقوق ملكيه فكريه لشركه واحده علشان الكل يقدر ان هو يساهم ويساعد ويمد يد العون في الموقف العالم كله بيمر بيه. بشكرك أستاذ مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، شكرا لوجود حضرتك معنا. هناخدكم دلوقتي في جولة لأهم الإجراءات الحكومية في إطار مواجهة فيروس كورونا. أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحنة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تعوض، وذلك من خلال تأكيد الضرورة على الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلي وفق رؤية الدولة في هذا الاتجاه. وشدد رئيس الوزراء أن الدولة بدورها مهيئة حاليا لدعم قطاع الصناعة ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كافة السلع التموينية متوفرة لدى جميع المنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بدءا من الغد الأول من إبريل. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتهائها من تطهير حوالي 7538 منشأة حكومية في 27 محافظة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا. ناشدت وزارة النقل ركاب خطوط السكة الحديد بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة، وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم وتنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. غادر مطار القاهرة الدولي اليوم رحلتان استثنائيتان، إحداهما للخطوط الجوية العراقية، الأخرى لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لنقل عدد من الركاب إلى دولهم في ظل تعليق رحلات الطيران إلى مصر لمواجهة فيروس كورونا. كورونا هل هو وباء صورته قاتمة كما يصور البعض؟ لا، بل قد تكون الصورة ليست كما يصورها كثيرون. هل هناك فوائد لفيروس كورونا؟ قد يستغرب كثيرون ما الذي تقول، وكيف تطرح سؤالا بهذه الطريقة؟ وضح أهمية النظافة التي يتهاون فيها البعض، حتى أنها باتت شيئا أساسيا مثل غسل اليدين بالماء والصابون، واتضح أن هذه الطريقة هي الأقوى والأفضل من استخدام معقمات اليد، من كان يتوقع ذلك؟ أهمية الحياة الصحية. يقول علماء إن الرياضة المستمرة والغذاء الصحي والبعد عن التدخين من العوامل الفعالة في مقاومة آثار الفيروس. تكافل البشر مع بعضهم البعض، الحياة باتت مشاركة بين الكل. حتى في مصر ظهرت عديد من المبادرات للتكافل بين الجميع، فصاروا كالبنيان المرصوص، جهود رسمية مع الجهود الشعبية جنبا إلى جنب. الأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد،
بات هناك تواصل مباشر، لم تكن لك فرصة في السابق للجلوس مع أسرتك والاهتمام بها. كورونا كان عاملا هاما في ذلك الأمر. كورونا غير حياة المجتمعات البشرية للأفضل. من مصر، محمد عبد العال. هو طبعا فيروس كورونا غير الحياة في مصر وفي العالم، ولسه كمان إن شاء الله لما نجتاز هذه الفترة بالتأكيد الدنيا هتتغير في قطاعات كتيرة وفي مجالات عدة في العالم. واضح كمان أنه فيروس كورونا وما يعني انعكس على المجتمعات لمواجهة هذا الفيروس المستجد كانت يعني في مضمونها وفي محتواها فوائد بالنسبة للأسرة وللبيت. أولها، وده يمكن اجتمعنا عليه كلنا، أنه الناس بتتعرف على بعض من أول وجديد في البيت. الولاد بيحاولوا أن هم برضو يغيروا من حياتهم وشخصيتهم بأن هم بيضطروا أن هم دلوقتي يعني يسيبوا شوية السوشيال ميديا ويقعدوا مع أسرتهم، يتكلموا، يفتحوا أي حوارات، حتى يعني وإن كانت يعني تبدو ساعات جديدة عليهم ومختلفة على حياتهم، لكنها موجودة فعلا دلوقتي بعد الشكل الجديد اللي بنعيشه. طبعا عندنا أسئلة كتير عن فيروس كورونا، وعندنا أكيد إجابات محددة ونصايح بنقدمها لحضراتكم في من مصر لمواجهة هذا الفيروس كمواطنين وكناس بتحاول انها تستوضح وتستفهم ايه اللي بيحصل وازاي ممكن انها تواجه الفيروس بامكانياتها اللي معاها. مع الدكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه، دايما معانا الاسئله والاجابات. ايضا بجدد التحيه بحضرتك دكتور عبد الهادي، دايما ليك مساحه في برنامج من مصر، وسعيده بوجود حضرتك معانا. مرسي يا أستاذ ريهام، وسعيد أن أنا موجود معك وبمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك أستاذ المناعة. هيقول لنا إيه في بداية الحديث عن تطورات الفيروس قبل ما نطرح الأسئلة؟ كل يوم بنعرف جديد، كل يوم بيتكشف لنا جوانب من الـ هذا الفيروس، أو من التكوين، أو إزاي بيدخل إلى الرئة، ليه بيسبب مضاعفات في ناس وليه لأ. كل يعني، بس أنا عايز أقول إنه عندنا في مصر يجب إن إحنا دايما، وهو ده الحقيقة، أنا أشدت كتير بالقيادة السياسية والرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والوزراء كلهم، لكن أنا دايما عايز نبقى سابقين بخطوة. أيوة. بحيث انه الاختبارات تكون متوفرة، لان الفترة الجاية لو بعد الاسبوعين دول ما حصلش انه الفيروس قلت نسبته او ما زادتش، بلاش قلت، لا زادتش بالشكل اللي هو يخوف، يعني زي ما احنا شايفين في بعض البلاد، فده هيبقى كويس انه لو ما زادتش. لكن لو زادت احنا محتاجين نجهز من دلوقتي، محتاجين نوفر ماسكات للاطباء ونحميهم طبعا. ومحتاجين الفنتيليترز، الاطباء دول والممرضات والناس اللي بيشتغلوا في المعامل، دول خط الدفاع الاول عندنا، فلازم نوفر لهم الحمايه الكافيه، نوفر المان باور، يعني نوفر متطوعين، نوفر مستشفيات ميدانيه، وده حاصل بالفعل، واعتقد انه يعني هيجيب نتائج. نوفر فنتيليترز اللي هي اللي حضرتك اشرتي ليها في الفقره اللي فاتت، وعايز اقول ان ضعف الامكانيات عمره ما كان بالنسبه للمصريين عائق. لو تتذكري، انت ما تتذكريش طبعا عشان صغيره، لكن في حرب اكتوبر كان الاشخاص الطياره الميج بتطلع يعني توقع الطيارة الفانتوم اللي هي أعلى منها إمكانيات. الحاجات الخاصة يعني عمر ما حد قال إن إحنا كان في حرب أكتوبر إمكانياتنا أكتر من إسرائيل، بس لكن عوضنا كانت أكبر بالأسلوب العلمي من أي تحدي.
بالظبط. طيب عوضنا ده بالاسلوب العلمي. أيوة. عوضنا ده بالتخطيط، وعوضناها بالاصرار على مواجهه الإرادة. هذا العدو، وكورونا هو هذا العدو ويجب ان نواجهه حتى لو امكانياتنا مش زي امريكا واوروبا. وهي اصلا الولايات المتحده الامريكيه يا فندم فيها مشكله، لو على ذكر اجهزه التنفس الصناعي، يعني كلنا طبعا شفنا القطاع الصحي الامريكي وما يتعرض ليه من مشاكل بالنسبه للنقطه دي تحديدا، وجنرال موتورز اللي خضعت ليه ضغوطات ترامب لانتاج اجهزه التنفس الصناعي مثلا. يعني لو بنتكلم عن الامكانات فهم كمان حقيقه يعني بيواجهوا مشكله، ربنا يعدي العالم كله على خير. دكتور عبد الهادي، الأسئلة كتيرة لحضرتك النهاردة، أنا هبدأ بريان. اتفضلي يا فندم. وسؤال كثر جدا، متفقين كلنا على السؤال ده، يعني عايزين الإجابة، هل ينتقل بالنفس عند الاقتراب من شخص مصاب ولا بالرذاذ بس؟ لا، بينتقل لو في قرب لصيق اللي هي بعيد عن المسافة الآمنة اللي احنا اتكلمنا عليها من متر ونص المترين، ممكن انه ينتقل عن طريق الهواء، لان في الدروبلت الصغيرة دي اللي هي اقل من 5 مايكرون ممكن جدا ان هي تنتقل او تعلق في الهواء، والإنسان القريب قوي ممكن يستنشقها، فناخد بالنا. لكن الهواء في الشارع والحاجات دي لا، ما بينتقلش. فعشان كده البعد الآمن مهم جدا، والانعزال أهم وأهم. في سؤال من فادي، كلنا نعرف أن المياه الموجودة في الحنفيات في البيوت فيها نسبة من الكلور، فبالتالي هل ممكن يعني ان يكون فيها اي شيء من الحماية من كورونا علشان احنا بنشرب المية دي، على حسب ما فهمت السؤال؟ يعني هو الحقيقة كورونا ما بينتقلش عن طريق الاكل والشرب. أيوة. لكن هو حتى هو ممكن ينتقل عن طريق الاكل والشرب، بس مش هيعمل مشكلة، لأنه هينزل إلى المعدة وهينتقل بعد كده، هيخرج مع البراز. لكن في الحالة دي البراز بيبقى معدي، فهتحصل إن الدورة هتكمل إذا الإنسان مش بيغسل إيده كويس، إذا في أي مشاكل في النظافة. فده النقطة. فهي المية بشكل عام ما فيش مشكلة فيها، والكلور اللي في المية ليه نسب معينة، هي فعلا بتحمي من حاجات كتير، بس ما فيش دراسات سبيسيفيك للكورونا. طيب السؤال اللي جاي هو أكتر من سؤال، بيقول الحقيقة انه الفيروس هينتهي مع طلوع الصيف، هل ده يعني صحيح ولا لا؟ وهل في اكل معين بيزود المناعه؟ وامتى احس اني لازم اروح المستشفى؟ خلينا نبدا بموضوع الشمس. دول ثلاث اسئله. ما انا بقول لحضرتك هو اكتر من سؤال. طيب بالنسبه للسؤال الاولاني كان ايه؟ هل مع دخول الصيف والشمس يا دكتور، ده كلام فعلا بيتقال كتير، وفي ناس بيكون فيه، لانه في دول دلوقتي خلاص يعني فيها صيف وشمس ساطعه لكن فيها الكورونا، هل فعلا مع دخول الصيف؟ انا عايز اقول لك، ما الهند مثلا من الدول اللي هي بدا فيها الانتشار، في مشكله كبيره عندها دلوقتي، ويعني الانتشار بادئ بشكل قوي في دول أفريقية كتير. وعلى فكرة أنا قلقان جدا من الدول الأفريقية، لأنه عايز أقولك أن 10% من هذه الدول ما عندهمش مصدر لمياه الشرب النظيفة، و50% من مدارسهم ما فيهاش حنفيات لغسيل الإيدين. فدي دراسة كانت الأسبوعين اللي فاتوا صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمياه. فأنا بقول أنه مسألة الحرارة، كلام منظمة الصحة العالمية انه ما فيش دليل قاطع على انه الحرارة بتقتل، ولكنها تستطيع ان تقلل من نشاط الفيروس زي بقية الفيروسات الجهاز التنفسي. يعني الانفلونزا على سبيل المثال موجودة طول السنة، لكن ما بنحسش بيها غير طبعا
في جو معين اللي هو انخفاض درجة الحرارة. وممكن يا دكتور أقول حاجة على ذكر الإنفلونزا، هو كورونا ده جديد ومستحدث وده اسمه الفيروس المستجد. في ناس يا دكتور للأسف بتتعامل على أنه إنفلونزا، هو لا هو دور برد ولا هو كحة ولا هو دور إنفلونزا، عمر ما حد جاله دور الإنفلونزا وقعد بعيد عن عيلته ولا انعزل ولا دخل الحجر الصحي. الناس أحيانا وإحنا شفنا ده الكام يوم اللي فاتوا شايفين أنه ممكن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وينزلوا يقعدوا على البحر ويعني ويصطادوا وكل حاجة تمشي طبيعي طالما أعراض البرد مش موجودة. يا ريت حضرتك توضح النقطة دي يا دكتور. ده خطأ كبير جدا، لأن زي ما حضرتك أشارتي إنه الفيروس الإنفلونزا يختلف تماما ومن عيلة تانية خالص عن عيلة الكورونا. الفيروس الإنفلونزا عشان تتعدي لازم تكوني يعني in close proximity، يعني قريبة جدا من الشخص اللي عنده الإنفلونزا. أيوه. لازم تقعدي لفترة لا تقل عن 10-15 دقيقة مثلا علشان خاطر يحصل ان الفيرال لود او الكثافة او الحمل الفيروسي يستطيع ان هو يعني ينقل العدوى الى الشخص اللي هو من الشخص المصاب الى الشخص السليم. لا كورونا للعكس خالص، الحقيقة كورونا بيؤدي الى انه سريع الانتشار والعدوى بشكل يعني غير مسبوق. فمن هنا كانت الخطورة. صحيح انه 80% من الناس اللي بيجي لها كورونا بيعدي، يمكن الناس فهمت النقطة دي او من الجملة اللي هقولها دي، انه بيعدي كأعراض انفلونزا عادية بالظبط كده. فعشان كده بياخدوا الموضوع باستهتار انه ممكن يكون شبه الانفلونزا بالظبط. بس لما تيجي بقى تدوري هتلاقي انه ال 20% اللي باقيين في عندك 14% منهم بتجيلهم اعراض متوسطه و 6% هم اللي بيدخلوا المستشفيات، في منهم يعني ما يقرب من 1% اللي بيحتاجوا لاجهزه تنفس صناعي والحاله بتسوء فيهم بشكل كبير. هو بقيت السؤال كان في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها خاصة بالأعراض، كان بيقول ايه العرض اللي ممكن يخليه يروح للدكتور او يقلق او يبتدي يتحرك؟ يعني بصي حضرتك، انا عشان كده بطالب الحقيقة بتوفير التست او الرابيد تيست اللي هو التحليل السريع اللي بيبين الاجسام المضاده. ليه بقى؟ لانه من خلال الفتره اللي فاتت دي تبين لينا الحقيقه انه الكلام اللي احنا بنقوله من البدايه، انه لو حسيت بحراره فوق 38 ولو حسيت انك انت عندك ضيق في الصدر او مش عارف تاخد نفسك بالراحه او في عندك مشكلة في التنفس كرشة نفس، الحاجات دي كلها ألم في الصدر، لازم تروح المستشفى ولازم التلاتة يكونوا موجودين. الكلام ده دلوقتي الكلام ده الحقيقة من خلال الناس اللي جالها ثبت ان هو ما بيحصلش كله، يعني ممكن واحد بس يجيله ارتفاع في درجة الحرارة ممكن ويبقى عنده ويدخل في مضاعفات، واحد بس يجيله يعني واحد يجيله فقط ضيق في التنفس او كرشة نفس، مش كل الاعراض بتيجي. فعشان كده بنقول انه كل الاعراض بتيجي، ممكن تكون مجتمعة وممكن تكون منفردة. فعشان كده مهم جدا السكرينينج اللي يوضح المسألة، لان ده في حد ذاته هيوفر عليا ان انا العيان ده اولا هيروح مستشفيات وهيعمل هحاول ان انا اعمل له البي سي ار لو في شك، البي سي ار غالي اغلى كتير، انه لو هو في مرحله متقدمه بيحتاج سرير رعايه مركزه بيحتاج فنتليتور، انا كل ده لو هو مثلا لا ما عندوش من الاول بتجنبه وبلحقه في مرحلة مبكرة وبنقذ حياته.
حكاية الأعراض إلزم بيتك وما بقتش برضو علشان يعني أقولك ما بقتش الحكاية إنه كبار السن بس، لا ده معظم الناس في أوروبا وأمريكا شفنا فعلا 50% منهم من 17 ل 49. صحيح، وده تابعناه وشفناه في دول أوروبية فعلا، وكان الغرض من تداول مقاطع الفيديو دي التأكيد على أنه المرض مش خاص بفئة عمرية معينة زي ما انتشر في بداية الموضوع، أنه الكبار هم أكتر الفئات العمرية اللي ممكن أنها تعاني من المرض ده. المرض ده يعني محدش عارف هو ممكن للأسف يصيب مين، ولسه الأمور مش واضحة بالنسبة لفيروس كورونا. ربنا يعني يحافظ على الجميع ويديم الصحة والعافية على الجميع ويشفي كل مريض. دكتور، زي ما بدأنا الحديث وقلنا كنا بنذيع تقرير قبل ما اتكلم مع حضرتك عن التغيرات اللي بقت في حياتنا بشكل عام بعد التعامل والتصدي لفيروس كورونا، منها الوضع الاجتماعي المختلف والبيوت اللي بقت فيها الناس بتقعد مع بعض. في حاجات كتير الحقيقة اتغيرت في سلوكيات الناس الشخصية بعد التصدي لهذا الفيروس. خلينا نشوف مع بعض يعني آراء الناس في الشارع ونرجع ونكمل كلامنا مع حضرتك. كورونا كان سبباً في تغيير ثقافة المجتمع في كثير من عاداتها كان من الممكن أن تساعد في نقل العدوى بالفيروسات، لكن كورونا كان له رأي في تغيير نظام حياة الناس. أنا دلوقتي بغسل إيدي كل شوية، خايف على نفسي بجد. علمنا النظام، أنت متتبع تعليمات وتتعلم إزاي تنظم حياتك، وعلم إزاي الناس تخاف على بعضها. أنا خايف على نفسي فعلاً من سلامتي الشخصية، عشان كده قاعد في البيت بقالي 4 أيام بسبب الكورونا، ما نزلتش وساعات بلبس الكمامة. بس الواحد بقى دقيق شوية، بقى الواحد على طول كلور المية ماشي في الشقة كلها عمال أرش على أي حاجة. أنتكارية بقى. فأصبحنا دلوقتي بنهتم بالتفاصيل، يعني كنا الأول بنبوش وبنحضن وبتاع، كل ده ممنوع الكلام ده. التعقيم، بقيت ملتزم، بقيت أقعد في البيت. الراجل اللي مش متعود بيبقى فيه شايف كل حاجة غلط في البيت، عشان هو ما كانش قاعد. من مصر ياسمين جبريل. الراجل شايف كل حاجة غلط في البيت عشان ما كانش قاعد. موضوع الراجل اللي قاعد في البيت دلوقتي ده طبعا عامل يعني إسقاطات كتيرة جدا شفناها على السوشيال ميديا، وفيديوهات كمان يعني الست بتتكلم فيها عن الوضع المختلف في البيت، وده بنتابعه طبعا في إطار ردود أفعال من المجتمع المصري اللي بيتناول كل اللي بيحصل في حياته بطريقة خاصة بالمجتمع ده وبثقافته وبخفة دمه اللي بيتجاوز بيها مشاكله. ممكن تبقى الناس على فكرة تعبانة جدا، قلقانة جدا، وعايزة يعني تاخد معلومات سريعة علشان تعرف تتجاوز الفترة دي، وفي نفس الوقت بتكتب حاجة دمها خفيف أو بتقول كوميكس معينة عجبتها بتحطها بوست إلى آخره من اللي احنا عايشينه دلوقتي على السوشيال ميديا. لكن ده لا يمنع إن هي طبعا محتاجة المعلومة ومحتاجة النصيحة ومحتاجة تعرف أكتر علشان تتفادى أي مشكلة وتتجنب أي حاجة خاصة بهذا الفيروس لا قدر الله هي وكل أفراد الأسرة. يعني بما أنه طبعا المرأة يمكن حديثي أحيانا بيتوجه للمرأة كده وأنا مش واخدة بالي، لأنه هي دلوقتي طبعا عليها عامل مهم جدا في الحفاظ على أسرتها. في سماع الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي مع الدكتور عبد الهادي ومع الأطباء والنصايح دي، هي اللي بتترجمها، هي اللي بتنفذها وتطبقها في البيت، هي اللي بتنظف البيت ده، هي اللي بتحاول أنها يعني تكون معقمة كل شيء حرصا على صحة أبنائها. دكتور، يعني بجدد التحية بحضرتك. سمعت التقرير يا دكتور، سمعت آراء الناس معي، تعقيبك إيه؟ تمام، تعقيبي يعني الستات بالنسبة لوجود أزواجهم معاهم بقول لهم شدة وتزول، يعني ما تقلقوش، الدنيا يعني هتبقى كويسة وهيمشوا ويسيبوا لكم البيت. وبالنسبة للكوميكس والحاجات اللي زي كده، احنا ده مهم جدا في الوقت ده، لان مناعة الانسان بتقوى بالضحك. الضحك بيقوي مناعة الانسان، وبالتالي الناس محتاجة فعلا في هذا الوقت مش انها تترعب،
لا محتاجة ان هي تضحك، محتاجة ان هي تلعب رياضة، محتاجة ان هي محتاجة ان هي ما تخافش، ما فيش هلع، بس في نفس الوقت تاخد احتياطاتها. طبعا من الأسئلة اللي معانا، قبل ما أكملها أنا عندي سؤال يا دكتور، قبل ما يقولوا لي يعني إن وقتنا في الحوار انتهى، ألحق أسأل السؤال ده. الكحول اللي إحنا بنستخدمه، أولا بنرش الكحول طول الوقت وبكميات ممكن تكون يعني زايدة شوية، ممكن نكون مش محتاجين كل ده، الموضوع اتعقم خلاص، الأسطح دي اتعقمت خلاص، الورق ده اتعقم، احنا راشين كحول مثلا قبل ما ندخل، او انا شخصيا يعني على كل حاجة اعتقد ممكن ده يكون في زيادة في التعامل مع الكحول، فهل ده صحي ولا لا؟ بيأثر على نفسنا ولا لا؟ دلوقتي كمان في حاجة كده يعني جهاز ممكن نحط فيه الكحول وبندوس بس على اون، الجهاز ده ينشر الكحول في كل مكان، بدأ ينتشر في الفترة دي في بعض البيوت. تاني حاجة، هنعمل ايه في ايدينا؟ يعني الكحول يعني ليه اثار صعبه جدا على الجلد. شوفي يعني انا دي نقطه الحقيقه مقلقه جدا، لانه اولا الاسطح الصلبه، حضرتك بتقولي بترش على المكتب او الترابيزه اللي انت فيها، الاسطح الصلبه مش مفروض يترش عليها كحول فعلا، لانها سريعه التطاير. يعني فاللي يتعمل على الاسطح الصلبه لا، هو بيدخل عندك انت من خلال الرئة وممكن يعمل لك مشاكل حساسية، وممكن يعمل حساسية في الجلد، يعني ممكن تعملي ايدك ده اكيد، يعني ممكن جدا انك انت لكن اذروايز انك انت تفضلي ترشي بالمنظر ده، ده غلط وخطأ ومش كويس علشان الرئة والتنفس، وممكن يعمل مشاكل يعني مضاعفات كتير. بالنسبة بقى للكلور، درجة تخفيفه يعني درجة تخفيفه الحقيقة الناس بتستخدمه خطأ جدا. أولا في ناس بتستخدمه لتعقيم الإيدين، وده خطأ وخطر كبير جدا. نمرة اتنين، الكلور تخفيفه، أنت عارفة حضرتك الإزازة اللي هي اللتر ونص دي يتحط عليها 4 غطيان من الكلور فقط، بس كده فقط. الزيادات ده حسب الـ FDA وحسب الـ CDC، الزيادات مش هتفيد، الناس فاكرة ان هي يعني بتخدم الموضوع، يعني كل ما تزود من المادة المطهرة والمعقمة بيعملوا بزمة يعني فالزيادة بتبقى ما هياش صح، لا على اولا احنا قلنا الجلد بلاش، الاسطح لان التطاير وجعل الجو كله كلور ده برضو مش كويس علشان الرئة. وممكن يعني نتعامل ازاي مع اللي بيحصل في الايد من الكحول الجفاف؟ لا الغسيل الايدين يا جماعة، غسيل الايدين اهم من ان احط يعني على الايد يعني كحول. خلي فيه صب بلا شك بلا شك المية والصابون لمدة 20 ثانية مع المياه الجارية أهم 100 مرة من الكحول ومن أي حاجة تانية. الكلور بنعمله ليه؟ لأنه ما تضمنيش بقى اللي عطس على ترابيزة، اللي مش عارف اللي جاي من برا والشوز بتاعه مثلا ما هوش نظيف. هي خلع الأحذية دي كمان نقطة مهمة يا دكتور فعلا قبل دخول البيت، لأن هي أكتر الأشياء الناقلة للفيروسات. مع الأسف أيوة. ليه؟ لانه لو شخص مثلا نفترض رمى منديل في البصاق بتاعه، نفترض في ناس عندها عاده سيئه جدا ان هي بتبصق في الشارع، ودي حاجه طبعا يعني ما هياش صحيه ولا حتى اجتماعيا صح يعني. فالواحد وهو ماشي ما بيميزش، فلما بتيجي البيت المفروض انك انت الفوطة قديمة وعليها كلور وتمسحي رجليكي، ويستحسن انك لتجنب اي فيروسات بره وما تدخليش بيه.
اخر سؤال من حميد بيقول لحضرتك، ايه الاعراض المحتمله انها تصيب انسان بعد نجاته من فيروس كورونا؟ يعني المتعافين يقصد من فيروس كورونا يا دكتور، ازاي يتجنبوا حدوث الاصابه بالفيروس مره تانية، ده اذا كان ده شيء اصلا وامر مطروح يعني انه يصاب بالفيروس مره تانية. يعني هو اكيد ارى انه في بعض الناس حصل لهم ري انفكشن، يعني اتعادوا تاني او بان البي سي ار بتاعهم بوزيتيف، بان بوزيتيف بعد ما كان نيجاتيف. ايوه الفكره في ايه؟ الفكره انه العدوى يا جماعه ليها حاجات كتير بنعتمد، يعني علشان اقول دي هتعمل مشكله ولا لا، في مناعه الانسان، في كثافه الفيروس نفسه اللي هو الحمل الفيروسي، في اسلوب الاصابه نفسه، يعني في حاجات كتير. فهو اللي بيحصل ان الشخص اللي بيصاب مره الجسم بيتفاعل وبيدي اجسام مضاده، وبالتالي الاجسام المضاده بتحسن، وفي طبعا غير الاجسام المضاده وسائل اخرى دفاعيه ومناعيه، او انه بياخد دواء بيخلي الفيروس يروح يستخبى، فبيستخبى الفيروس على شكل يعني جزيئات من الار ان اي في الرئه، بشكل لما بناخد من العينه من الاوروفارينكس او البلعوم الفمي والانفي، البلعوم الانفي. أيوه. ما بيكونش الفيروس هناك. تمام. فبيبان نيجاتيف، وهو بعد كده بيطلع من الرئه عشان يحاول ينشط تاني، لكن ما بتكونش كثافته بالقدر اللي يسمح بانه يعمل مرض تاني. اخيرا يا دكتور، مرضى السكر لا اطمنوا بالظبط كده، يعني هي رساله طبعا تطمينيه في محتواها اللي حضرتك قلته ده. انا علشان الوقت عايزه اخد يعني اكتر من سؤال، مضمون واحد، مرضى السكر يا دكتور، انا مريض سكر، ازاي ممكن ياثر عليا الكورونا وايه اخطرها لمرضى السكر؟ مرضى السكر زيهم زي مجموعات الاكثر تعرضا للخطوره، اللي هم الاشخاص مرضى السكر ومرضى القلب المزمن ومرضى الصدر اللي عندهم حساسيه صدر، ومرضى الاورام، ومرضى اللي بياخدوا مثبطات للمناعه زي الروماتويد والذئبه الحمراء وغيرها. المرضى دول كلهم اذا كنا بنقول الحرص ايراد للشخص العادي، يبقى انت الحرص 24 ايراد. ارجوك ما تحتكش بحد، ما تخرجش كتير، تجنب المخلطات، وخد الأكل المناعي اللي المفروض قلناه كتير. أي. طبق السلطة الخضراء طبعا كل يوم، العصاير، فيتامين سي، الزنك، السيلينيوم، فيتامين اي، الحاجات اللي هي ممكن تكون كلها فريش، ما تاخدش اي حاجة من برة. مواد حافظة الأكل الدليفري والحاجات دي ممنوع. مواد حافظة لا، دقيق ابيض لا، سكر لا، يعني الحاجات اللي هي ما فيش وقت بقى نتكلم في تفاصيل الاكل يعني. شكرا جزيلا دكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه، شكرا يا فندم، ودايما كده معانا لتقديم النصيحه والمطلوب مننا في الفتره الحاليه. اهم ما قاله طبعا الدكتور تجنب التجمعات، خلينا في البيت، يعني في مضمون الكلام هو شعار خليك في البيت احسن دلوقتي على الاقل في الفتره القادمه دي، كما قيل هي من أهم الفترات لمواجهة فيروس كورونا. في الرد على سؤال الجفاف والجلد قبل ما ناخد التقرير اللي جاي ده، عندي كده معلومة سريعة عن التجربة، استخدام الزيوت الطبيعية ممتازة، يعني لو حطيتي زيت زيتون على إيدك ده كويس جدا بعد الموضوع اللي احنا بنعمله بسبب الكحول والتعقيم والتطهير لفترات كتيرة وتأثيرها على الجلد، زيت الزيتون كويس جدا. وكل الكريمات اللي بنجيبها دي خليها دلوقتي كده على جنب، ممكن يكون فازلين
بسيط اللي موجود في أي مكان أهم بكتير من أي مستحضر تجميلي مكتوب عليه أنه بيؤدي يعني نتيجة إيجابية كويسة. أنا شايفة أنه الزيوت الطبيعية ممتازة عن تجربة بسبب طبعا استخدامنا للكحول. والدكتور وضح أنه استخدام الكحول بكثرة ملهوش أي معنى وملهوش أي نتيجة غير النتيجة اللي بتتم إذا استخدمناه بالقدر المطلوب. انتشار فيروس كورونا أدى لتغيير نمط حياة الملايين من الناس في العالم كله وعندنا طبعا في مصر، وتكلمنا دلوقتي في ده مع دكتور عبد الهادي. فرض التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي ده مصطلح بنتكلم فيه دلوقتي، فرض التباعد الاجتماعي هي محاولة للحد من تفشي هذا الوباء. مصطلح التباعد الاجتماعي اللي بنتكلم بيه دلوقتي ده مصطلح مهم، عدم التجمع مع الناس، عدم الاختلاط، أكيد ليه فوائد. خلينا نشوف الزميل محمد خالد رصد هذا المصطلح وانعكاسه وتطبيقه على الناس، وكاميرا من مصر بتتابع مع الناس في سياق التقرير اللي جاي ازاي بيتم تطبيق التباعد الاجتماعي. ابقى في المنزل، التباعد الاجتماعي، دعوات ومبادرات لمواجهة وباء كورونا. المشهد في بعض شوارع العاصمة ما زال على حاله، وتحديدا في وسطها أينما اكتظت الشوارع بالمرة تقارب يثير حفيظة النفس. ويبدو بأن المواصلات العامة وتجمعات الانتظار رغم قانونيتها حتى تلك اللحظة يدفعنا للتساؤل، أليس من الأجدى والأصح توقفها على الفور؟ لازم منزلش ولازم ألاقي زحمة أبعد عنها، لو لقيت الأوتوبيس مليان ما اطلعش في الاتوبيس، استنى العربيه اللي بعده، بصرف من البنك، اقف على مسافه بعيده، ولو لقيت خزنه احسن اخف اروح عليها، اي مكان مول او سوبر ماركت لازم يبقى في مسافه بيني وبين اللي جنبي، حتى في الاجتماعات الضروريه في بعض الناس اللي بينزلوا لازم في مسافه متر ونص مترين بين اي حد حتى لو ما عندوش اي اعراض. اصبح من غير الممكن ان تصافح احدا او تتعامل مع اي انسان الا عن بعد، فقد أجبر فيروس كورونا الناس على البقاء في منازلهم لفترات غير محددة من خلال فرض الحجر على مدن كاملة في لمح البصر. انقلبت حياة سكان الأرض رأساً على عقب، فظهر مصطلح التباعد الاجتماعي. فما الذي يعنيه هذا المصطلح؟ ببساطة عليك التقليل من الوجود في الأماكن العامة والحد من الحركة وترك مسافة آمنة عند الاختلاط بالآخرين. في ظروف اضطرتني ان انا انزل النهارده، يعني مش مفروض ان احنا ننزل نتجمع في اي اماكن. لا انا بلتزم ولا الناس بتلتزم، ولا حد بيلتزم في المواصلات العامه ولا المواصلات الخاصه، ولا حد ملتزم في الشارع، والناس بتتعامل مع بعض وقريبه من بعض جدا جدا، مفيش حد خايف على نفسه ولا حد خايف على روحه. توجهنا بعد ذلك الى منطقه المحال التجاريه، الصوره هنا كانت اكثر تقاربا، فالناس ما زالوا يتجمعون في هذه الأماكن. سلوك الناس هذا كما يراه المسؤولون ما زال ينم عن استهتار وينذر بالأسوأ. هل التباعد الاجتماعي ده ممكن نعمله داخل المنزل؟ يستحسن برضو ان احنا نطبقه داخل المنزل، ما نبقاش بقى احنا قاعدين من المدارس وقاعدين من الجامعات ومن العمل علشان نتلم ونلم الأولاد والعيلة وعيلة العيلة ونقعد مع بعض نتفرج على التلفزيون بالليل. لتحمل الناس على التقيد بالحظر المنزلي التوعي كإجراء وقائي بات بإجماع العالم حتمي للوقاية من وباء فيروس كورونا. لنفترض أن الأشخاص لم يبالوا بالتباعد الاجتماعي، ما الذي سيحدث؟ سيتكاثر عدد المصابين بكثرة ويزيد الضغط على المستشفيات. أما في حالة الاستجابة للتحذيرات الصحية فذلك سيحد من قدرة الفيروس على الانتشار. التحدي الأكبر يقع على المواطنين بالالتزام بالتحذيرات والتقيد بإجراءات مثل تجنب المصافحة وتعقيم الأيدي. هذه هي المسافة الآمنة التي يوصى بها إذا كنت تقف بالقرب من شخص ما، مسافة تجنبك التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد. فئة علمت فالتزمت فحفظت نفسها ووطنها، وفئة ما زالت تتجاهل النداء. ليبقى السؤال هنا، هل بدأت في تجربة التباعد الاجتماعي؟ محمد خالد من مصر. من المنطقي
بامكانك ان تسبب اخبار انتشار فيروس كورونا للعديد الكثير من القلق والتوتر حول العالم، ولكن من المهم التعامل مع هذه المشاعر بالشكل الصحيح. اليكم بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتخفيف التوتر والقلق. مارس انشطتك المفضله، استفد من طرق اخرى تحب الاسترخاء فيها ايضا، ربما تحب قراءه كتاب أو مشاهدة فيلم كوميدي وتناول الأطعمة المألوفة التي تستمتع بها دائما. التنفس الإرادي المنتظم، تقنية بسيطة حيث تتصور عملية التنفس على طول مربع، فتبدأ بالشهيق العميق لمدة 3 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 3 ثواني، ثم الزفير ل3 ثواني، لتقوم مرة أخرى بحبس النفس ل3 ثواني. بعد بضع دقائق من التمرين ستشعر بالهدوء والراحة. أنشطة جديدة بمثابة إلهاء صحي، التأمل المنتظم يلعب دوراً كبيراً في تهدئة الأعصاب وإزالة التوتر. هناك العديد من التطبيقات المتوفرة التي تساعد على ممارسة التأمل. من مصر، ياسمين جبريل. لسه متواصلين مع حضراتكم على كل شيء خاص بمواجهة فيروس كورونا. الشق الاجتماعي كمان مهم جدا. احنا ما عندناش ضيوف طبعا، احنا كمان حريصين جدا وندرك المسؤولية تماما بشأن التجمعات، بشأن التواجد. ما عندناش ضيوف، بنتواصل معهم زي ما انتم شايفين عبر الصوت والصورة. حتى احنا كزملاء هنا وك يعني عاملين موجودين بشكل يعني مرتبط بالمطلوب من الجميع في الفترة الحالية، بأنه يعني نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا من خلال كل الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة. احنا دلوقتي هنتكلم معاكو على البيت والولاد والأطفال اللي بقوا موجودين لساعات أطول وموجودين في وقت المدرسة في البيت، وده كان وقت يمكن الأم تحديدا بتشوف فيه مصالحها، بتشوف فيه يعني اللي مطلوب منها، بتعيش شوية كده مع يعني أصحابها، عيلتها. ممكن يكون الوقت ده كان خاص بيها، تحضيرات مطلوبة منها لبيتها لأسرتها إلى آخره. دلوقتي الوقت ده ما بقاش الحقيقة وقت الأم ولا وقت الست، الوقت ده خاص بالأطفال اللي قاعدين معاها من الصبح لحد ما يدخلوا يناموا. التعامل مع الأطفال دلوقتي زي ما احنا برضو كده متابعين وشايفين في شوية مشاكل ما قبلنا، الوضع الجديد ده مختلف. حتى وإن كان في طبعا تعليم عن بعد وفي وقت للمذاكرة والدراسة، لكن هم موجودين في البيت، وهو كده ولا كده الحقيقة وقت المذاكرة والدراسة ده دايما برضو معاه شوية مشاكل. فازاي هنخليهم يذاكروا عن بعد ويتعاملوا مع دروسهم بشكل مختلف، وفي نفس الوقت ازاي كمان يستفيدوا من الوقت اللي هم قاعدين فيه في البيت بشكل كويس يعني إيجابي؟ أكيد في طريقة تعامل أساتذة الطب النفسي واستشاريين الطب النفسي عندهم نصايح، عندهم معلومات ممكن نستفيد بيها علشان الوقت ده يعدي على خير. لأن احنا شايفين طبعا السوشيال ميديا فيها انطلاقة كبيرة جدا الفترة اللي احنا فيها دي، والناس بتطلع لايفات وبتعبر عن حياتها دلوقتي وعن تعاملاتها مع بيتها ومع أسرتها بعد ما بقوا كلهم موجودين في البيت طول الوقت. هنشوف مع الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي الجديد بشأن التعامل مع أطفالنا أثناء تواجدهم في المنزل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا أستاذة ريهام، إزاي حضرتك؟ إزيك يا دكتور. دكتور جمال، هبدأ معاك على طول. ربنا يخليك. النصايح اللي حضرتك توجهها للبيت للأم والأب يعني دلوقتي في التعامل مع الولاد وهم قاعدين لساعات أطول بكتير عن الأول معاهم في المنزل. بص يا فندم، يعني طبعا احنا بيقولك رب ضارة نافعة. يعني احنا النهاردة هذا التواجد من الأب والأم في البيت يدي فرصة للتواصل مع الولاد. احنا كانت المشكلة الرئيسية عندنا ان الولاد مفيش تواصل بينهم، خصوصا مرحلة المراهقة، سواء الأب أو الأم. الأم مشغولة في شغلها، ترجع من شغل البيت للمذاكرة الأطفال الصغيرين، المراهقين محدش بيهتم بيهم. الأب مجرد انه بينزل شغل بيرجع تاني يريح شوية، بينزل شغل تاني،
فما فيش تواصل. دلوقتي احنا بقيت عندنا فرصة للتواصل، نتكلم معهم، نتفاهم معهم، نشوف ايه مشاكلهم. هم احيانا برضو ممكن يدونا نصايح في حاجات معينة، يعني ممكن احنا نستفيد منهم وهم يستفيدوا مننا. لازم تبقى حلقات تبادلية في الحديث بيننا وبين بعض، نحاول بقدر الامكان نستغل هذه الفترة بمرارتها بغمتها شويه، ولكن نستفيد بيها بحاجه ايجابيه ان احنا نترابط ونتقوى في العلاقه بيننا وبين بعض اكتر. ازاي ممكن نخلي الولاد، يعني هجيب لحضرتك كده الموضوع بكل صراحه، يبعدوا شويه عن البلاي ستيشن، عن السوشيال ميديا، اللي هم شايفين ان اللي بيحصل دلوقتي ده قربهم منها اكتر، مع ان احنا يعني قلنا ان دي فرصه كبيره جدا بتتاح لنا جميعا ان يحصل حديث وتحاور افتقدناه لفترات طويله مع اولادنا. تمام، يبقى نحط البديل يا فندم. انا النهارده عشان اقول لواحد ما تقعدش على السوشيال ميديا، ما تقعدش على البلاي ستيشن، ما تقعدش على كذا، يبقى انا احط له البديل. البديل ان احنا نقعد مع بعض كاسره، نتكلم مع بعض الاسره، نقعد نتعشى مع بعض، نقعد نتغدى مع بعض، نقعد نتحاور مع بعض، نفتح مواضيع فيها جزء من الايجابيه يخصنا. جزء من الايجابيه بمعنى ان احنا حاجه بندور عليها للمستقبل لينا احنا لاولادنا. ما نقعدش نطلع مواضيع فيها نقاط خلاف، يعني دائما نركز على المواضيع اللي فيها نقطه نقدر نتجمع عليها ونشوف مستقبلنا فيها. لكن ما هنطلع نقاط فيها خلافيه، الصوت هيعلى وهنختلف في الاراء سواء زوج والزوجه، يبقى الموضوع تاني الولاد انسحب وكل واحد راح للموبايل بتاعه وللسوشيال ميديا بتاعه. ولكن لما نتفق على شيء نتناقش فيه على مستقبلنا لاولادنا، حاجه هنعملها في البيت، حاجه هنعملها لقدام، ده هيساعد الاولاد، والولاد يشاركوا معانا بالراي ويبقى ليهم راي فعال، ونحترم ارائهم ونحترم وجهه نظرهم. بس ده سهل يا دكتور دلوقتي، بعد كده على الاقل هيبقى فيه مشاركه. ده سهل يا دكتور، موضوع ارائهم والتعامل مع ارائهم والتفاعل مع كل اللي بيقولوه وبيطرحوه. حضرتك شايف مع القعاد في البيت لفترات طويله ممكن الام تحديدا تعمل ده؟ يعني مش شايف ان ممكن الست دلوقتي عليها اعباء كثيره؟ لازم نسمعه. اتفضل. هي الست دلوقتي بتضيع وقتها، هي بتبتدي تخترع حاجات جديده في الاكل، تخترع حاجات جديده في البيت. الراجل اهو قاعد برضه بيفتكس حاجات جديده وهو قاعد، ما بنختلفش، ولكن لازم نسمع الولاد. ما لازم احنا نديهم الحريه في اطلاق ما في اذهانهم. هما لما بيتكلموا ممكن الولد الصغير ده اللي في ابتدائي ولا في اعدادي يديني راي قد يكون صواب، ممكن البنت اللي في الثانوي دي تديني راي قد يكون صواب. يعني بلاش ان احنا نبقى الفكر الديكتاتوري ان احنا اللي فكرنا صح. لما نسمعهم ونتناقش معهم احنا صح هيقتنعوا، هم صح احنا هنقتنع، اعتقد هتبقى جو الاسري والوئام والفتره اللي احنا قاعدين فيها، احنا قاعدين ولازم يقتنعوا ان احنا قاعدين لمصلحتنا، احنا ما بنخرجش لمصلحتنا. يعني مفيش حد قاعد غصب عنه او قاعد لمصلحه حد تاني، كل واحد قاعد في بيته لمصلحته هو الشخصيه ولمصلحه اسرته. دكتور، يعني زي ما اتكلمنا ان في بعض الاطفال يعني بتتجه للسوشيال ميديا والبلاي ستيشن تحديدا كمان واخد من وقتهم كتير، في اطفال تانية يعني لا ما عندهاش الفرصه دي، ويمكن هنا الاختلاط بالعيله بيبقى اكتر والتعامل مع الام والاب بيبقى اكتر، وللاسف ده ممكن ينتج عنه عنف، ممكن ينتج عنه خلاف حاد، مشاده كلاميه، وحضرتك ادرى واعلم مني بده. هنا ممكن ازاي نوعي الام دي، وازاي نقول لهم يعني نخف التعامل مع الاطفال شويه بحده، لانه الفتره دي مطلوب مننا حاجات كتيره جدا بجانب الحفاظ على الصحه كمان، دي صحه نفسيه على فكره. بص يا فندم، انا بس بدي رساله لكل اب وام. بالظبط. النهارده كانت قدامي مريضه 31 سنه بتتكلم على مشكله اللي باباها معاها وهي عمرها 6 7 سنين، ان كان بيعملها بعنف، بيعملها بحديه، باوامر. احنا يا فندم احنا النهارده عايزين نعود ولادنا ازاي يبقى ليهم فكر، ازاي يبقى ليهم استقلاليه. انا عشان ببني شخصيه بني ادم لازم الشخصيه دي من النضوج بتاع الشخصيه الحريه في اتخاذ القرار. النهارده انا مش كل حاجه بجبر طفلي، انا متخيل ان انا اللي صح، وقد اكون انت صح او الام صح، ولكن لازم ادي فرصه للطفل ده انه يشرح وجهه نظره، قد يكون له راي مختلف، اما نقتنع بيه او على الاقل ان احنا لما نسمعه واحنا لنا راي مخالف نقنعه براينا.
يعني النهارده سي مثلا ام عايزه تشتري لابنها لبس او سيبك من اللبس مش هتخرج دلوقتي ولا الطفل هيخرج هناكل اكله ليه ان انا اجبر الطفل ان احنا هناكل احنا لازم تاكل اللي احنا هناكله طب ما دي حريه الاختيار قبلها بثلاث اربع اختيارات تختار ايه ناكله بكره يبقى انا اعطيت الفرصه للطفل انه يطلع وجهه نظره يطلع الراي بتاعه لما نيجي نتناقش في موضوع جوه البيت ما نسمعه ممكن تطلع منه فكره كويسه ممكن يطلع منه راي سديد لكن ما احنا دائما نخبس من رايهم نقلل من وجهه نظرهم لا انت غلط لا انت مش صح ايه يا ابني احنا هي عيلت لا ده كلامك صح ده بيحبط الطفل بيعمل نوع من الاكتئابيه خد بالك احنا في مشكله عندنا ان هذا الضغوط النفسيه اللي بتيجي لو طفل لا قدر الله عنده اي جينات وراثيه موجوده مع هذه الضغوط التكراريه سواء في الكلام او في الافعال او للاسف بالضرب او حتى ضغوط تعليميه او ضغوط عاطفيه او ما شابه او ضغوط حياتيه يعني دلوقتي المرأة. كمان اكيد في ناس عندها مشاكل في حياتها دلوقتي الدنيا مختلفه وطبعا في اكيد مساهمات ومساعدات اجتماعيه بتتم لمواجهه هذا التحدي ده اللي اقصده كمان يا دكتور ازاي ده ممكن يعني ينعكس للاسف على الاطفال زي ما بنقول كده بيطلعوا غضبهم فيهم احنا لازم اولا نقنع الجميع واحنا باولهم ان احنا في مشكله ما المشكله دي للعالم كله مش لمصر ولا البيت بس كده. هذه المشكلة عالمية بانديميك ولازم الولاد الصغيرين يفهموا يعني ايه كلمة بانديميك وان المشكلة دي موجودة في امريكا وموجودة في اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا وفي امريكا الجنوبية في كل حتة عشان يتفهموا الوضع اللي احنا فيه احنا قاعدين في هذا المكان ليه دلوقتي ما بنخرجش الى جانب ان حتى لو الدخل بتاع الاسره قل شويه ومطالبنا لازم تقل معاه عشان نتماشى مع الظروف الجديده اللي احنا فيها حتى يعني تزول هذه الغمه باذن الله. يبقى هنا لما انا اشركت الطفل وفهمته القصه من اولها ايه معنى بانديميك؟ ايه معنى كورونا؟ ايه معنى النظافه الشخصيه؟ ايه معنى ان انت ما تتنمرش على صديقك اللي لو عرفت ان اهله فيهم حد عنده كورونا دي مشكله برضو كبيره للمرضى الكورونا عشان كده الناس بتخبي. ما تتنمرش عليه ما تتعاملش معاه باسلوب مش لائق لان في للاسف الشديد في ناس كبار وواصلين لدرجات عليا من الناحيه العلميه لما بيعرف ان حد عنده كورونا او قريبه عنده كورونا يا اما هو بيخبي عشان ما حدش يعرف او بيتعامل معاهم بصوره فيها من التعالي او الخوف الشديد ده تنمر احنا بنتكلم على الحاله النفسيه للمريض يعني ليه هي صبه ده مرض ومحدش ليه ايد فيه وبيجتاح العالم كله يعني شيء غريب انه ممكن يتعامل معاه بالطريقه دي للاسف يا فندم ده في ناس بتتعامل مع اهلهم او مع القريه اللي فيها حالتين ثلاثه بصوره من التعالي او صوره من الخوف الشديد مش عايزين نتعامل معاكم مش عايزين نبيع لكم ما تجوش تشتروا مننا حاجه مش عايزين نتعامل معاكم نهائي ما حرام يعني هو ده الوقت ده مرض انا اسف لو هو مرض جنسي ولا مرض معيب ده مرض كلنا قد نكون معرضين ليه فبالتالي نقول لهم حتى مع الاطفال نفهمهم ان ده طبيعه هذا المرض وان ممكن يجي لاي حد ولازم الناس تفهم ان المرض ده له شفاء وله علاج والله هو اكبر بلدنا من اعلى النسب في العالم في الشفاء يعني حاجه ما نترعبش منها من حقنا نقلق بس ما نخافش ان الخوف هيظهر اعراض مرضيه عندنا ودي نقطه مهمه جدا كلما خفنا التوتر او القلق النفسي هيظهر اعراض جسمانيه نتيجه للتوتر النفسي بيعرضنا اكتر هي قريبه من اعراض الكورونا للمرض للاسف طيب. وهنا عندنا حاجه اسمها المناعه العصبيه النفسيه بتقل أيوة. بالتالي العرضه للمرض وظهور المرض معانا بيبقى اعلى في ناس بدات فعلا تكتب ده دلوقتي بعد ما كانت بتنقل الاخبار انا نفسي عندي اصدقاء على الصفحه الحقيقه بداوا يقولوا ده بيقولوا بدل ما نقعد نقول الاخبار ادينا كلنا اكيد بنشوفها وبنسمعها وبندور على المواقع اللي بتنقل المعلومه الخاصه بالتحدي والمواجهه لمرض كورونا خلينا ننقل الاخبار ايجابيه خلينا نقول اخبار كويسه خلينا ننشر التفاؤل التفاؤل واجب علينا في الفترة اللي احنا بنعيشها دي الحقيقة في جهود كبيرة أيضا بتبذلها الدولة في كافة القطاعات الصحية والنقل والتربية والتعليم وغيرها كتير حتى على الطرق هنعرض لحضراتكم دلوقتي مقطع فيديو دكتور ياريت تتابع معنا هذا المقطع ونشوف مع بعض كده كلنا إزاي بيتم توقيع الكشف الطبي لقياس درجة الحرارة على المسافرين عبر بوابة طريق مصر الإسكندرية اللي بيحصل يا جماعة دي بوابة إسكندرية أنا مش مصدق والله العظيم مصر فعلا بتتغير بيقيسوا درجة حرارة الناس اللي واصلة اسكندرية فعلا حاجة مش ممكن ربنا يكون في عون الناس دي كتر خيركم ألف شكر شاكرين جدا
يعني فعلا مصر بتتغير. الله يبارك لك يا سيسي، بجد الواحد طول عمره فخور ببلده. النهارده لازم الناس كلها تفتخر ان هم مصريين بجد والله العظيم. انا مش عارف كنت عارف اصور ولا لا، بس انا يعني سعيد جدا باللي شايفه قدامي يعني في كمين مدخل اسكندريه، والناس اهي عماله تقيس درجه حراره الناس. هحاول كده بس اشكره على الهوا. وربنا كده كتير، انا عايز انا بصور عشان اشكركم بس. تعمل ايه يا حبيبي، ربنا يخليك. والله العظيم كده كتير جدا يعني. انا مش مصدق انكم بتقروا افكارنا. ربنا يبارك لكم. السلام عليكم. ناس يعني بجد يعني مش ممكن والله العظيم. الحمد لله على نعمة مصر. ده اللي كنت أقصده، إن الناس بدأت يعني تشير الفيديوهات الإيجابية وتتكلم في أشياء ممكن يعني تغير الأجواء المشحونة للعالم كله بيعيشها. دكتور جمال تعقيبك يا فندم. بص يا فندم، أولا لازم نتفق إن إحنا بلد اتغيرت. أيوة. وأسلوب الحياة في مصر اتغير، والأسلوب حتى التعامل ما بين الجهات وبين المؤسسات اتغير. النهاردة ما بين الأفراد والشرطة اتغير، ما بين الأفراد وبعضهم اتغير، ما بين الأفراد والموظفين اتغير. مصر بتعلى بينا. سيادة الرئيس لما عمل منظومة اللي هي اسمها منظومة إدارة أزمة، ودي أول مرة نشوفها في مصر. احنا قبل ما تزعلوش مني والله العظيم كان قبل كده مجرد إدارة الأزمة، ان احنا بنطلع نطلع بيان ان كل حاجة زي الفل واللي يروح يروح. ولكن النهاردة في إدارة أزمة في النقل، في الطب، في المستشفيات، في البنوك، في الاقتصاد، في 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 النهارده تحس ان في منظومه، في التموين، في النقل، في منظومه بتتم، المنظومه اللي صالح مش حد غير المواطن. تمام. يعني زي ما زعلنا امبارح من الجماعه اللي جايين من احدى الدول ومعترضين ان هم يدخلوا حجر صحي، طب انا اسف يعني هدخلكم وادخل مرض معاكم لمين؟ بالظبط. النهارده الكلام ده بيتم على الجميع. لو شفتوا حد دخل البلد ما تمش ليه فحص وما دخلش لا حجر صحي، من حقكم تعترضوا. ولكن ده بيتم على الجميع، ان هي دي مصر النهارده، القانون فوق الجميع والقانون يطبق على الجميع. ولو في اي ثغرات احنا تدريجيا بنصلحها لغايه ما فيش كمال الا لله سبحانه وتعالى. فاحنا بنوصل تدريجيا، هنوصل للي احنا نفسنا كلنا فيه في مصر. فنثق ان احنا ماشيين صح. انا شايف ان احنا ماشيين صح جدا. وحتى يعني لولاش هذه الظروف بتاعه الكورونا دي اعتقد كانت الامور اتغيرت. ولكن 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 بقول للشعب المصري، بعد هذه الأزمة مصر بإذن الله لو تخطينا الثمان أيام اللي فاضلين دول، مصر هيكون ليها دور تاني خالص في العالم، مصر هيكون ليها مكانة تاني خالص في العالم. وبالتبعية مش مصر الاسم، الشعب، احنا اللي هنستفيد. احنا هنطلع من هذه الغمة بقوة أكتر بكتير جدا، لأن خريطة العالم كلها هتتغير بعد هذا الموضوع. واحنا من الدول بإذن الله أعلى نسبة شفاء عندنا. احنا دولة محمية ببركة الناس اللي فيها، مسلمين ومسيحيين، بالدعاء الناس اللي فيها، إلى جانب إن احنا ماشيين بخطة علمية صح أول مرة، خطة علمية مدروسة لإدارة أزمة من كافة الاتجاهات وصلتنا إلى ما نحن عليه. التوقيت مهم جدا، التوقيت كمان، والعامل الزمني هنا يا دكتور لا يمكن إغفاله. التعامل مع المرض ومع فيروس كورونا في يعني وقت مبكر، ده أكيد فادنا كتير. دكتور جمال، هرجع لقصة الطفل والتعامل معاه دلوقتي. أنا بشوف صورة كده يمكن كمان قابلت حضرتك لأعمار مختلفة بتتحدى الإجراءات اللي مطلوبة، الوقاية، النصيحة اللي بتتقدم لها، بتتحدى إنها يعني تبعد عن التجمعات، إنها تتعامل بحذر بدقة الفترة الحالية والأيام اللي جاية دي تحديداً. وده شيء الحقيقة مش مفهوم، يعني ممكن يبقى عندهم علم بكل اللي بيحصل وبالفزع اللي حاصل في العالم، لكن هم ليهم رؤية خاصة. وهرجع وأقول إنه أي شيء دلوقتي بيتم مش حرية شخصية، دي حاجة بتنعكس علينا كلنا. وهكرر المثل اللي حضرتك ضربته دلوقتي في حديثك، انه اللي بيجي من بره ما يبقاش محترم التعليمات في الخارج مثلا، او من الدوله اللي هو جاي فيها، ويجي هنا مصر ويقول مش عايز ادخل الحجر، لا ده ما بقاش حقك ولا حريتك،
دي حاجة خاصة بينا كلنا، خاصة بصحتنا، خاصة بأهل بيتك اللي انت هتدخل عليهم دلوقتي والمفروض تكون مريت بإجراءات مهمة. ممكن أفهم يا فندم رؤيتك كطبيب نفسي أخيرا، يعني التحدي ده اللي بنشوفه ساعات من البعض لعدم الاكتراث أو عدم الاهتمام بما هو مطلوب منه في التوقيت الحرج اللي بيمر بيه العالم كله لمواجهة هذا الفيروس، معناه إيه؟ بص يا فندم، أنا عندي الناس مقسمة ثلاث أنواع. اتفضل. في ناس عندها قدر من الثقافة فبيتفهم الموقف وتفهم خطورة الموقف فبيمتثل إلى كل خطوات، ودي الغالبية العظمى اللي موجودة دلوقتي. في ناس ثاني هي ليس لديها من الثقافة الكافية فبترتضي إنها تسمع من الإعلام وبتطبق اللي الإعلام بيقوله، يقول لك خلاص إحنا بنقول أمين كلام الإعلام صح. عند المجموعة اللي هي في المنتصف، مجموعة المنتصف من يدعون أنهم مثقفين، وبالتالي هو لازم يتفلسف في كل حاجة، لازم يعترض على كل قرار، ولازم ياخد كل شيء ان بياخده بمأخذ النية السيئة. لا، انتوا عايزين تحذرونا. يعني انا لما بتكلم مع بعض الاشخاص في احد القنوات النهاردة الظهر بقول له هو انت النهاردة هو الحظر ده امني؟ انا اسف، ده حظر طبي ليك وليا والناس تاني، يعني احنا للمجتمع كله. هو مصمم ان هذا الحظر امني وان ده معمول، هو حظر امني طبعا، الدولة اللي عايزة كده، هو حظر امني طبعا وليه طبعا كمان هدف خاص بصحتنا كلنا. يعني لا، هو شايف انه حظر امني لاسباب امنيه وليس لاسباب طبيه. بقول له لا يا فندم، ده اسباب طبيه على مستوى العالم كله، امريكا فيها كده، اوروبا فيها كده، الصين فيها كده، يعني مصر فيها كده، كل الدول العربيه فيها كده. احنا بنعملها لمصلحة المواطن، ان الدولة بتعمل هذا الحظر لمصلحة المواطن. انا مش عايز احتكاك بحد، مش عايز ازدحام، مش عايز الخروج الا للضرورة القصوى، ولكن في بعض العقليات اللي عايزة تثبت العكس وخلاص، او ليها مصلحة سيئة زي اللي طلع في احد الفيديوهات وقال لك انت لو سخن ولا عندك مرض روح اعد الاخرين، زي اللي نادى الناس يقولهم انزلوا مظاهرة ونمشي في الشارع عشان يعد الناس. وللأسف في بعض الناس بتتعاطف بسرعه مع اي لفظ ديني او طبعاً اي كلمه دينيه، لكن الوعي اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ده اللي مطلوب من كل اطياف المجتمع بشان التصدي لكورونا. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا وللرساله اللي حضرتك بتاكد عليها، الاستجابه لكل الاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم بها الدوله دلوقتي لانها كلها في صالحنا احنا، في صالح صحتنا، في صالح أسرتنا، في صالح المجتمع بالكامل. على ذكر العالم وكل الإجراءات أيضا اللي بيقوم بيها العالم، معانا دلوقتي هذا التقرير الخاص بكل الخطوات اللي بتتبع من العالم، اللي للأسف في بلدان في زي إيطاليا مثلا أصبحت مهجورة بسبب فيروس كورونا. تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن إلى 800,000 حالتي إصابة حول العالم، فيما توفي أكثر من 40,000 شخص، في المقابل تعافى من المرض 172,000 حالة. دعا وزير الحج السعودي دول العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام، وذلك حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا. قال وزير الحج السعودي إن المملكة جاهزة لاستقبال وخدمة الحجيج في أي وقت، لكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة. حذرت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء من إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا بمناسبة كذبة إبريل، هو أمر يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل لخمسة أعوام. أعلنت وزارة الصحة التركية وفاة 46 شخصا بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال 24 ساعة. ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في تركيا إلى 214 حالة، بينما بلغت عدد الإصابات حوالي 2704 حالات. أهلا
اهلا بحضراتكم مره تانية. البنك المركزي المصري اعلن ان السياحه المصريه حققت ايرادات كبيره جدا خلال عام 2019 وتجاوزت 13 مليار دولار، وده طبعا بيفوق اعلى المعدلات السابقه اللي اتحققت في 2010 وكانت وصلت ل 12 مليار دولار و500 مليون، المقابل كان 11 مليار و600 مليون دولار في السنه اللي قبلها. طبعا الاجراءات اللي احنا بنقولها لحضراتكم دي الخاصه بالقطاع السياحي خاصه بعام 2019 وما سبقه من اعوام، ودي كانت طبعا اشاره واعلان للبنك المركزي المصري تجاه قطاع مهم جدا في مصر وهو قطاع السياحه. خلينا ناخد نظره اوسع مع استاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار. اهلا بحضرتك استاذ محسن. أستاذ محسن، أنا ذكرت ما يخص القطاع السياحي في عام 2019 والتقديرات الخاصة بعدد السائحين اللي زاروا مصر وكمان المكاسب اللي تم تحقيقها في 2019. طيب في الفترة الحالية يا فندم اللي احنا فيها دي، في كمان لمواجهة فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي في قطاعات كتيرة جدا إجراءات أخذت من قبل الدولة علشان تتحدى أي خسائر بيتكبدها أي من هذه القطاعات، ممكن أخد فكرة من حضرتك إزاي قدرت القرارات الاقتصادية الأخيرة لمصر إنها تواجه هذه الإخفاقات اللي حصلت في قطاعات كثيرة بسبب فيروس كورونا؟ أنا أتصور إن كان الهدف الأساسي من هذه القرارات هي وضع نوع من أنواع المرونة بالنسبة للقطاعات الاجتماعية عشان تقدر إنها تتكيف مع المتغيرات اللي حدثت في الفترة اللي فاتت. أكبر قطاع لا زال حتى الآن متأثر من بداية 2020 كان قطاع السياحه، ودي كانت مساله منطقيه جدا. القطاع على مستوى العالم تقريبا شبه متوقف في ظل حركه السياحه المتوقفه وعمليات الابطاء في حركه المقيمين داخل الدول، بالاضافه كمان الى مسائل المتعلقه بالحجر وما غير ذلك. هذه الامور ادت بشكل او باخر الى ابطاء هذا القطاع خلال الربع الاول من العام الجاري. الحكومه المصريه او الدوله بتحاول خلال الوقت الحالي انها تحقق اربع اهداف كبار بالنسبه لقطاع السياحه. العنصر الاول هو انها تحاول انها تقلل من الضغوط اللي موجوده على القطاع بالنسبه للالتزامات المستمره، وده امر تم الاعلان عنه في بدايه العمليه اللي كانت بدات في الاجراءات لحمايه الاقتصاد المصري، واجلنا بعض الضرائب بالاضافه الى مبادره من البنك المركزي بفائده 8% لتمويل المشروعات السياحيه، بالاضافه الى مبادره اخرى متعلقه بمنح مبالغ بالوركينج كابيتال او راس المال العامل لشركات السياحه والشركات الاخرى اللي عامله في القطاعات المختلفه عشان سداد مرتبات الموظفين. العنصر الثاني كان مرتبط بشكل اساسي بفكره عمليه التطهير المتعلقه بالاماكن السياحيه وحمايه الاماكن المتواجده فيها، بالاضافه الى الاخلاء الخاص بالسائحين اللي كانوا موجودين بشكل امن، وده اللي يمكن بيدي ردود افعال ايجابيه جدا على مستوى العالم في الوقت الحالي. عدد كبير من دول العالم يمكن اشاد الجهود المصريه في معامله السائحين في مرحله الكورونا، وده كان امر في غايه الاهميه. العنصر الثالث هو استمرار الحفاظ على الاصول السياحيه بشكلها الكامل، بحيث ان مرحله ما بعد كورونا نقدر نستفيد بشكل سريع من الدفعه الكبيره اللي هتكون موجوده في قطاع السياحه، وده امر اتصور ان متوقع خلال الساعات اللي جايه ان احنا نسمع عن بعض القرارات الجديده من الحكومه المصريه بالنسبه لدعم هذا القطاع على وجه الخصوص، خاصة انه زي ما قلت لحضرتك هو اكبر القطاعات المتضررة. العنصر الرابع هو بقى المسألة المتعلقة بالاستراتيجي او بالخطة المستقبلية اللي احنا لازم نبص ليها في مرحلة ما بعد كورونا. اتصور ان احنا محتاجين اليات جديدة مختلفة بالنسبة لعملية الترويج السياحي. الارقام اللي حضرتك ذكرتيها في تقرير البنك المركزي بتأكد ان احنا عندنا طفرة حقيقية حدثت خلال الفترة اللي فاتت. احنا زاد عندنا الايرادات السياحية من 2.5 مليار دولار سنة 2016 ل 13 مليار دولار في 2019، احنا بنتكلم تقريبا على 6 اضعاف الرقم اللي كان متواجد او 5 اضعاف ونص بالضبط. عدد السائحين احنا بنسجل اعلى عدد سائحين جادة في مصر من 2010 ل 2019 في 13.1 مليون سائح زاروا مصر السنة الماضية، احنا كنا 9.3 مليون بس في 2015 و5.4 مليون في 2016، فاحنا بنتكلم تقريبا في مرتين ونص عدد زاد من 2016 ل 2019. كل ده بياكد ان احنا الاستراتيجي اللي احنا استخدمناه بالنسبه لعمليه تنشيط السياحه كانت استراتيجيه ايجابيه. النهارده احنا عندنا خلال العام الجاي عدد كبير من الاجراءات
اللي بتتم عشان تنشيط السياحه، واتصور انها هتبدا تلقي باثارها الايجابيه في مرحله ما بعد عوده السياحه بعد انتهاء ازمه جائحه كورونا الحاليه. اكيد ان شاء الله. عندنا النهارده عمليه الربط ما بين الغداء وشرم الشيخ بالبحر، عندنا النهارده السكه الحديد اللي بتتعمل ما بين البحر الاحمر الغردقه وما بين الاقصر عشان نربط بيها، عندنا مطار سفينكس التطوير اللي بيتم فيه بالاضافه للمتحف المصري الكبير طبعا اللي مفترض يفتتح في نهايه هذا العام. شكرا استاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار، شكرا على التوضيح بالتفصيل للاجراءات الاقتصاديه المتبعه في قطاعات كثيره من اهمها القطاع السياحي، بما انه طبعا قطاع مهم جدا في انه بيدر الدخل للدوله، وفي نفس الوقت من اهم القطاعات زي ما حضرتك قلت اللي تضررت في الفتره الحاليه في اجراءات كتيره متبعه لانعاش هذه القطاعات. دلوقتي عندنا خبر عن اجراءات اخرى اتخذتها مصلحه الضرائب المصريه للتيسير على الممولين. التيسير ده علشان نتجنب التكدس الزحمة جوه المأموريات. من الإجراءات دي مد فترة تلقي الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين لحد 16 إبريل اللي جاي، وكمان السماح بتلقي وتقديم الإقرار بشكل مختلف إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين بدون أي رسوم إلكترونيا. ده طبعا بيفيدنا جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، بنبعد عن التجمعات، عن الزحمة، عن المشاكل، علشان كده عايزين ناخد فكرة أوسع عن عملية التيسير اللي بتتم في الإقرار الضريبي. برحب بالأستاذ سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب معنا على التليفون. أهلا يا أستاذ سعيد. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين، اهلا بيك استاذ. استثمر الوقت مع حضرتك يا فندم. التيسيرات اللي مقدمه وبتقوم بها المصلحه للممولين اثناء موسم تقديم الاقرارات الضريبيه خاصه في ظل الظروف والاوضاع الراهنه اللي احنا بنعيشها. في الحقيقه مصلحه الضرائب وزاره بقياده رئيس مصلحه وزاره الماليه مع الوزير كان مركز جدا من بدايه الازمه في مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها مصلحة الضرائب، أهمها تخفيف الزحام في جميع مواقع استلام الإقرارات. وسعنا الأماكن اللي ممكن نستلم فيها الإقرارات، أصبح النهاردة الإقرار ممكن أستلم الإقرار في المأمورية، ممكن أستلمه في الغرف التجارية، ممكن أستلمه في اتحاد الصناعة، في مجموعة من الأماكن المختلفة. والأهم من كده أن أتحنا الإقرار الإلكتروني عشان الممول ما ينزلش من بيته أو ما ينزلش من مكتبه، يقدم الإقرار وهو قاعد في مكتبه دون أي مصاريف أو أعباء إضافية على الممول. قللنا أعداد الموظفين اللي موجودين، الناس اللي بتسافر من خارج القاهرة أو من خارج المحافظة اللي بيشتغل فيها بياخد الفترة دي أجازة إجبارية مدفوعة الأجر. الباقي القوى اللي موجودة بنشتغل بأقل قوة ممكنة. ده أثر يا فندم على التعاملات؟ الحمد لله ما أثرش على التعاملات بقدر ما احنا جهزنا الأماكن المناسبة الصحية البيئية اللي تقدر تخلي الممول والمأمور في حالة صحية مطمئنة بإذن الله. عملنا تعقيم لكافة المواقع الإدارية بتاعتنا، مأموريات ومكاتب استلام إقرارات بقدر الإمكان عشان نقلل حتة إن ممكن تحصل أزمة لا قدر الله في أي مكان. لو حتة الدفع الإلكتروني النهاردة جميع الممولين يقدر يسدد الضريبة بتاعته من خلال المنظومة الإلكترونية، من خلال الفيزا لو معاه فيزا، من خلال البنك لو رايح البنك. كمان معالي الوزير إدى فرصة إن ممكن نستلم شيك، يقدم شيك بلاش يروح يقف في الزحمة، بلاش يروح للبنك، بلاش يروح في أي مكان، لا تعالى قدم لي شيك دون أي مصروفات إدارية. طب لو عنده شكوى، ما هو التعامل الإلكتروني ده برضو لازم يكون في نصيب للشكوى أو الاستفسار. في شكوى، إذا كان في شكوى أو في استفسار يبقى أنا عندي في مركز الاتصال التابع لمصلحة الضرائب ورقمه 16395، وده شغال من الساعة 9 صباحا للساعة 3 نظرا لظروف الحالية، انما فيما عدا ذلك كان بيبقى شغال 12 ساعة في اليوم. ممكن نستفسر عن كيفية تقديم الإقرار الكترونيا، ممكن نستفسر عن كيفية ملء الإقرار، كيفية التسجيل. في نخبة ممتازة من الموجود، لا ده انا هقول لحضرتك كمان في موقع على اليوتيوب بيعلم الممول او المحاسب ازاي تعمل اقرار الكتروني، ازاي تملى الاقرار، ازاي تسجل نفسك على المنظومه،
بحيث ان انا ما اخليهوش حتى يبقى عنده قصور في اي حته في اي موقف، الان من اي يعني نقطه بينفذها عشان يقدم الاقرار بصوره سليمه وبصوره صحيحه، نقدر ان احنا نكون خففنا الزحام عنه. لا، وزي ما حضرتك قلتي ان ميعاد تقديم الاقرار كانت 31، نهايته 31/3 بالنسبه للاشخاص الطبيعيه، برضه عشان نقلل الزحام خليناها ل 16. معالي رئيس المصلحه قدم 16/4 مبادره كويسه ان احنا نخليها ل 16 ابريل دون اي مقابل تاخير او غرامات. كويس جدا، شكرا استاذ سعيد فؤاد رئيس الاداره المركزيه بمصلحه الضرائب، شكرا على التوضيح يا فندم. طبعا في الاجواء اللي احنا عايشينها دي بنسمع اشاعات كتير ورسائل بتجيلنا وفيديوهات ممكن تبقى كلها على بعضها كده غلط، وطبعا للاسف المتربصين لمصر ممكن يستخدموها ويستغلوها لاجنداتهم الخاصه، لكن احنا زي ما بنتصدى لفيروس كورونا كدوله مصريه الحقيقه دايما عندنا ايضا اخبار ومعلومات من مجلس الوزراء بتتصدى بيها لاي شائعه، بتتصدى بيها لاي معلومة بيتم تداولها أو شائعة عفوا بيتم تداولها بتتعاظم إلى أن تصبح للأسف معلومة، لكن قبل ما تتعاظم وتصبح معلومة مجلس الوزراء بيكون جاهز بالنفي. مجلس الوزراء نفى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بيزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية. الخبر ده أنا شخصيا شفته، وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين، والناس يعني بتسأل وبتستفسر، فبالتالي مجلس الوزراء بيأكد إن هذا الأمر غير صحيح تماما، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجول أو إغلاق البنوك في مصر. مجلس الوزراء وضح في بيانه أن كافة البنوك بتشتغل بشكل طبيعي وفقا للمواعيد اليومية اللي تم إعلانها. نفى مجلس الوزراء كذلك صحة منشور بشأن تولي أحد الأشخاص لمنصب مسؤول مؤتمرات مبادرة شباب مصر في مجلس الوزراء المصري وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء. المجلس أكد أن مروج ذلك المنشور غير تابع لمجلس الوزراء المصري، وأنه لا يوجد أي منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفي تماما، وشدد مجلس الوزراء على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما يتم نشره بهذا الحساب من أخبار أو من قرارات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب. نتحرى الدقة، نسأل نستفسر قبل ما نتداول أي خبر يجيلنا، للأسف ممكن نكون بنشارك في شيء غير مطلوب تماما في الفترة الحالية، وهو تشير الشائعات. وياريت كمان وأنا بختم حلقتي أأكد أن كل ضيوفنا اللي استضفناهم النهاردة عبر الصوت والصورة كان محتوى كلامهم أننا نحافظ على نفسنا بأننا نسمع التعليمات اللي مطلوبة مننا، بأننا ننفذها، بأننا ناخد احتياطاتنا، نستجيب للنصيحة، ما نتحداش الإجراءات اللي مطلوبة، بأننا نعمل عكسها، لأن العالم كله بيواجه هذا الفيروس، فيروس كورونا، بيتصدى ليه بكل الإمكانات، بكل المعلومات والعلم والأطباء. خلينا إحنا كمان نكون حريصين كمجتمع بكل الأطياف والطوائف في هذا المجتمع على نفسنا، ونساعد الدولة في إنها تنفذ الإجراءات والخطوات المهمة جدا اللي بتتخذها لمواجهة هذا الفيروس. حفظ الله مصر. بشكر حضراتكم على المتابعة وتصبحوا على خير.